بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه في كل مكان، اهلا مرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. مباراه مهمه جدا جدا جدا، بس خلينا قبل ما نتكلم في المباراه اقول لحضراتكم كل عام وانتم بخير، الشعب المصري كله بخير وصحه وعافيه وسعاده بمناسبه قدوم عيد الاضحى المبارك. اعاد الله عليكم وعلينا جميعا بالخير واليمن والبركه. طبعا انتهينا من بطولة الأفريقية، الحمد لله خير، الحمد لله حققنا المعادلة الصعبة لحد دلوقتي، الحمد لله كسبنا البطولة، بطولة رقم 12. بس كعادة جماهير النادي الأهلي وكعادة الأهلاوية جميعا، بطولة خلصت بندور على البطولة ال 13. النهاردة عودة مرة أخرى للدوري المحلي. طبعا انتهى الموسم الأفريقي بالنسبة للنادي الأهلي بنجاح الحمد لله، تتويج بدوري أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق وأرقام قياسية جديدة ما يعرفش يحققها غير النادي الأهلي، ما يعرفش يحققها غير النادي الأهلي والجماعة اللي كانت بتشكك في إمكانيات النادي الأهلي ومستوى النادي الأهلي الفترة اللي فاتت وإن هو مش مرشح أصلا إنه ياخد البطولة. لا، قدر لعيبة النادي الأهلي وجهازهم الفني والمسؤولين النادي الأهلي والمنظومة ككل بصفة عامة ترد عليهم بالنتائج بالأرقام. النهاردة نرجع بقى لمسابقتنا المحلية اللي هي أصلا متسمية باسم النادي الأهلي، بطولة محببة لجماهير النادي الأهلي ولعيبة النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي، بطولة الدوري العام. مباراة النهاردة قوية، هتقولي قوية بين النادي الأهلي وفاركو اللي في المركز الـ16؟ أقول لك آه، لقاء مؤجل من الجولة الـ11 من الدوري الممتاز. لو بصينا في جدول الترتيب ممكن تقول إن الماتش سهل، ممكن تقول إن الماتش سهل، إنما لو بصيت بطريقة عملية وبتركيز في جدول الدوري هتقول لا، دي من أصعب الماتشات اللي بتواجه النادي الأهلي في الفترة دي. وعايز أقول لحضراتكم على الفترة دي، كان في زمان كابتن ميمي الشربيني كان دايما يقول لك في الفترات الصعبة، يقول لك مرحلة المطبات الصعبة، هي دي مرحلة المطبات الصعبة للنادي الأهلي. احنا بنتكلم عن النادي الأهلي لعب 15 مباراة في الدوري، يعني ناقص له كام؟ ناقص له 19 مباراة. المفروض على حسب ما قال رئيس الرابطة النائب أحمد دياب إن الموسم ينتهي في نص أغسطس. في نص أغسطس معنى كده إيه؟ معنى كده إن النادي الأهلي هيلعب مباراة كل 72 ساعة. النادي الأهلي يومين والتالت يلعب ماتش، يومين والتالت من دلوقتي لحد نص أغسطس، بنتكلم على شهرين. طيب، في المعادلة دي حلها إيه؟ حلها في إيد مستر كولر واللعيبة والتوفيق من عند ربنا. مفيش حلول تاني، مفيش حلول تاني. الموقف صعب، من أصعب المواقف اللي احنا بنمر بيها كل سنة، بقالنا في الموال ده 4-5 سنين. الدنيا كلها خلصت الدوريات عندها وخلصت البطولات عندها إلا احنا لسه شغالين. والمؤجلات أحيانا البعض بيشوف المؤجلات دي ميزة، لا هي مش ميزة، أنا بقول إن ده كمين في آخر الموسم، ده كمين في آخر الموسم، لأن احنا عارفين إن لعيبة النادي الأهلي عانوا قد إيه السنة دي من الإجهاد والإصابات والماتشات المتتالية، عارفين ده كويس قوي قوي. لما تيجي كمان في نهاية الموسم وتضغط لهم الموسم، دي ضريبة بيدفعها النادي الأهلي كل سنة احنا في الموال ده، لازم هتدفع هتدفع. بمناسبة ما هتدفع هتدفع دي وهرجع اكمل تاني، انا بس ليا رجاء، رجاء من رابطة الأندية برئاسة النائب أحمد دياب والكابتن عامر حسين لأنه عضو وهو رئيس لجنة المسابقات، يا ريت في الأجواء دي، احنا بنتكلم على المنظومة الكروية، ايه أهم عنصر في المنظومة؟ أهم عنصر في المنظومة العنصر البشري.
درجه الحراره عاليه جدا 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 الفتره دي. فيا ريت بالتنسيق مع المسؤولين رأفه بلاعبتنا، ما بقولش على لعيبه النادي الاهلي بس، لا رأفه على اللعيبه كلها، على اللعيبه كلها في جميع الانديه. احنا شايفين الاجواء صعبه جدا 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 اليومين دول، فمش معقول تخلي فرق تلعب الساعه 4، مش ممكن فرق تلعب الساعه 7 في درجه حراره 50. طب حتى ناجلها ساعه، ناجلها ساعتين بالتنسيق مع المسؤولين. انا ما اعرفش انا ما اعرفش ليه بتتلعب الساعه 7، اكيد في اسباب 4 و7. بس اهم عنصر اللي المفروض انت بتوفر له الامن والسلامه هو العنصر البشري، سواء مسؤول او لعيب، سواء مسؤول او لعيب. مش عايزين نندم حيث لا ينفع الندم، يحصل حاجه للعيب، يحصل حاجه للعيبه في الاجواء دي، لا لازم يبقى فيه تنسيق مع المسؤولين. انا ما اعرفش مين من المسؤولين، انا ما عنديش فكره، ولكن لازم رابطه الانديه بالتنسيق مع المسؤولين لو سمحتم تراعوا الاجواء دي ورفقا باللاعبين بتوع الدوري العام المصري اللي هم مكملين لسه شهرين. طيب نرجع تاني لماتش النهارده. قلنا لحضراتكم هو ماتش في مجمله كده انا بقول صعب. ليه صعب؟ بالرغم من ان فاركو في المركز ال 16 وفي مثلث الهبوط بيعاني برغم من حدوث بعض التغييرات في الجهاز الفني، والفتره الاخيره هو في تطور في الاداء ولكن لسه في موقف صعب. الفرق اللي هي زي دي اللي هي في موقف صعب وبتلعب النادي الاهلي الفتره دي ما عندهاش اللي تبكي عليه، ما عندهاش اللي تبكي عليه. هو بيمسك كل مباراه محتاج نقطه، هو في امس الحاجه لنقطه، هو فوقيه بالظبط بلديه المحله في المركز ال 15، بينه وبينها نقطه، بينه وبينها نقطه. هو في امس الحاجه لنقطه النهارده علشان يركب فوق بلديه المحله، هو عنده كمان المواجهات المباشره لصالحه والاهداف كمان لصالحه، فهو النهارده في عرض نقطه، فما عندوش حاجه يبكي عليها، هيلعب ويموت نفسه لان هو النقطه دي بالنسبه له تنجيه شويه من المثلث اللي تحت، تنجيه شويه لحد ما تتحسن النتائج الفتره الجايه. كمان النتائج اتحسنت الفتره الاخيره ولكن لسه موقفه صعب. النادي الاهلي بقى على العكس تماما، النادي الاهلي ماتشاته كلها ماتشات كؤوس. وبنتكلم، انا قلت لحضراتكم ايه، الماتشات المؤجله دي مش ميزه، انا بشوف انها كمين في نهايه الموسم، وعانينا منها قبل كده من سنتين ثلاثه، كان في بعض الاجواء اللي برضو ساعدت شويه ان البطوله تضيع من النادي الاهلي، ولكن شفنا مع حضراتكم ان المؤجلات مش ميزه. الفتره اللي فاتت كلها احنا شفنا فريق زي الاهرام او بيراميدز، ولو ان هو في السجلات اسمه الاهرام بس احنا يعني بنقول بيراميدز وخلاص ماشي. فريق بيراميدز استغل فتره غياب النادي الاهلي عن الماتشات وقدر يكسب 10 مباريات متتاليه، 10 مباريات متتاليه. وعلى فكره المجموع الماتشات في بعض الفرق لعبت 25 ماتش، في فرق لعبت 23 و24، النادي الاهلي لعب 15. استغل بيراميدز الفتره دي واخر 10 ماتشات كسبهم بالكامل. نادي الاهلي مؤجلاته علشان يوصل لمباريات عدد مباريات بيراميدز لازم يكسب كل الماتشات المؤجله، وهيبقى النادي الاهلي ساعتها متفوق بنقطه. يعني معنى كده ان النادي الاهلي كل مبارياته مباريات كؤوس، تعادل ما ينفعش. ليه تعادل ما ينفعش؟ لان انا دايما بدور على البطوله، المركز الثاني ده مش بتاعنا، ممكن يكون بتاع ناس ثانيه وبتفرح بيه، احنا لا، احنا المركز الثاني بالنسبه لنا خساره، المركز الثاني بالنسبه لنا خساره، فاحنا بنلعب على البطوله. معنى انك بتلعب على البطوله وعندك 19 ماتش في اقل من شهرين لازم تكسب 19 ماتش، وفي البدايه لازم تكسب المؤجلات. يمكن احنا اخر 4 ماتشات كان فيهم بعض المباريات المؤجله، اعتقد مباراه
كسبنا الاربع ماتشات وحققنا العلامه الكامله. الفتره اللي جايه محتاجه كده. فتره صعبه جدا دي بقى مرحله المطبات الصعبه اللي بيعاني منها النادي الاهلي. وبيعاني منها كل سنه. نتيجه عدد البطولات اللي بيخش فيها النادي الاهلي كل سنه. النادي الاهلي بس هو اللي بيعاني منها. النهارده عندنا بعض المباريات وامبارح شفنا بعض المباريات. النهارده سيراميكا بيلاعب الزمالك اللي هو لاعب 17 مباراه اكتر من النادي الاهلي بمباراتين فقط. وامبارح شفنا بيراميدز بيلاعب سموحه وطبعا بيراميدز كسب 3-0 بكل سهوله. يعني الماتش ما كانش فيه معاناه. يمكن حسام حسن لاعب سموحه ضيع بينالتي في اخر الشوط الاول ودي يعني كان ليها هنقول بقى ان هي لو كانت جت كان ممكن بقت الامور يحصل فيها كلام تاني الشوط التاني، ولكن لما ضاعت خلاص الامر تقريبا لسموحه انتهى وسموحه ما قدمش عرض كويس وبيراميدز كان هو الاقدر بالمكسب. في منافس بالنسبه للنادي الاهلي ومنافس قوي، والماتشات اللي جايه كلها ماتشات كؤوس. ماتشات كؤوس. النادي الاهلي مطالب انه يكسب. لما تيجي تشوف بقى النادي الاهلي النهارده هتلاقي تقريبا غايب عنه فريق كامل. فريق كامل، انما انا دايما كجمهور وكلعيبه وكمسؤولين وكمنظومه ككل بدور على المركز الاول. المركز الثاني خساره بالنسبه لي. المركز الثاني ده خساره بالنسبه لي. فاحنا الخساره لما بتحصل، على فكره الخساره لما بتحصل عادي، الرياضه هزيمه او فوز وهزيمه عادي، بس الخساره لما بتحصل في النادي الاهلي في اي لعبه من الالعاب لازم بسرعه بندور على اسبابها، ولازم نحاول نتلافى الاسباب دي ونصلحها. عشان كده النادي الاهلي دايما في حته مختلفه تماما، وده سر من اسرار تفوق النادي الاهلي. في بعض الناس بتحاول توصل لها لكن مش قادره. ما هو مش اي حد يقدر يتعلم، مش اي حد يقدر يتعلم، ومش اي حد يقدر يعمل زي النادي الاهلي. فين الاهلي وفين بقيه المنافسين؟ هتلاقي الارقام عاليه جدا جدا جدا. النادي الاهلي في حته تانية. تتكلم على، احنا بنتكلم دلوقتي على بطوله الدوري، تتكلم على فريق خد بطوله الدوري 43 مره، المنافس واخده 14 مره. المنافس واخده 14 مره. اللي انت في البطوله الافريقيه واخدها 12 مره، ناقص مرتين بس تبقى 14 مره في البطوله الافريقيه، بتعادل المنافس بتاعك في الدوري المحلي اللي احرز البطوله 14 مره. فالفروقات كبيره جدا جدا. حاول تقلد الاهلي في كل حاجه. انت عايز تقلده في حته الانتصار؟ ماشي احنا معاك. شوف الانتصار والفوز والبطولات بتيجي ازاي وحاول تقلد. شوف بتخطط لها ازاي، شوف النادي الاهلي بيخطط لها ازاي وحاول تقلد. شوف الجهد المبذول من الجميع داخل النادي الاهلي، بدايه من العمال والاعضاء والجماهير والاجهزه الفنيه واللعيبه، مرورا بالاداره ورئيس النادي كابتن محمود الخطيب اللي نتمنى له ان شاء الله رحله علاجيه موفقه ويرجع لنا بألف مليون سلامه يا رب ان شاء الله، اللي هو على راس المنظومه، منظومه ناجحه بدرجه 100%. بدرجه 100%. مش انت عايز تقلد الاهلي في كل حاجه عشان تنجح؟ اتفضل. مش انت عايز تاخد الجزء بتاع الانتصارات من النادي الاهلي وتجري وتعدي وتسبق اتفضل. بس هل النجاح بسهوله؟ هل النجاح والانجازات تقدر تحققها زي ما بيحققها النادي الاهلي؟ اشك. هل النجاح هيكون على المدى الطويل؟ ممكن النجاح يبقى في فتره قصيره جدا، وده اللي احنا شفناه السنين اللي فاتت كلها. عشان كده بنقول لا، النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في حته تانية خالص. نرجع تاني لماتش النهارده. زي ما قلت لحضراتكم في المقدمه، مباراه مش سهله. مباراه لو بصينا فعلا بصوره عمليه لجدول الدوري، لا فريق عايز يعني يمسك فيك باي طريقه علشان ياخد منك نقطه. وفريق فاركو بيقابل البطل،
وما أدراك بالبطل. بطل أفريقيا، نادي القرن، حامل لقب الدوري الموسم الماضي. فأي فريق النادي الأهلي هيلعبه هيمسك في النادي الأهلي، وفاركو بالذات عايز ينقذ نفسه. النقطة زي ما قلت لحضراتكم تفرق معاه كويس قوي قوي قوي، هتطلعه درجة على الأقل، يطلع من المثلث اللي هو بقاله فيه فترة. فاركو الفترة دي بيحاول يجمع نقاط، لأن حضراتكم احنا خلاص احنا بنتكلم على الدور الثاني، فأي نقطة هتكون مؤثرة، خصوصا للمجموعة اللي بتعاني تحت في جدول الترتيب. النقطة ممكن تنقص فريق، ممكن تنقص فريق. معاه يعني مدير فني شاب، حد يقول لي طب هو فاركو أول موسم 2021 بدأ بداية كويسة قوي وخد المركز الثامن، الموسم اللي بعده 22-23 خد المركز التاسع، السنة دي كان عنده طموح إن هو يطلع فوق شوية كمان، وهم عندهم إمكانيات مادية على فكرة. جاء في البداية مدرب برتغالي قعد 3 ماتشات، الأمور ما مشيتش معاه كويس مشي. جه الكابتن خالد جلال قعد 7 ماتشات مشي بعد الأسبوع العاشر. دلوقتي عندهم مدير فني شاب، هو مدير كان دايما بيبقى موجود في الأجهزة الفنية كمساعد، كابتن أحمد خطاب، عايز يعمل لنفسه مكانة، طور الأداء مع فاركو، قدر فاركو يجمع بعض النقاط، ولكن هو مازال في موقف صعب. طيب نرجع بقى للنادي الأهلي. النادي الأهلي مستعد لهذه المباراة، مستعد لهذه المباراة رغم المعاناة، المعاناة من إيه بقى؟ لا، أمور كتيرة جدا، ضغط الإجهاد، الإصابات. هتقول لي الله ده أنتم مريحين ومريحين بالكم فترة وكان عندكم أسبوع كمان من ساعة الدولي. لا مش أسبوع أولا. طيب نيجي نتكلم على لاعبتنا اللي هم كانوا مريحين، 11 لعيب منهم كانوا مع المنتخب الأول، نعدهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، عمر كمال عبد الواحد، مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق. تتكلم عن 11 لعيب، فرقة كاملة أغلبهم لعب فما ريحش. حتى أكرم توفيق اللي هو كان من المفترض إن هو يلعب ماتش النهاردة حصلت له إصابة في الركبة ويغيب عن مباراة اليوم. طيب كمان كان في كريم الدبيس وحمزة علاء مع المنتخب الأولمبي، بيرسيتاو وأليو ديانج مع جنوب أفريقيا ومالي، وللأسف مش جاهزين، يعانوا من الإصابة زي بيرسيتاو وعدم الجاهزية زي ديانج. وسام أبو علي مع منتخب فلسطين برضو رجع مصاب. يعني بتتكلم عن 16 لعيب كانوا مع المنتخبات الفترة اللي فاتت، اللي الناس بتقول لك أصل النادي الأهلي كان واخد راحة. وكمان ما عندنا كمان علي معلول الظهير الأيسر الرائع في النادي الأهلي وفي الكرة المصرية بصفة عامة أو في المباريات كلها بصفة عامة، عنده إصابة في وتر أكيلس وهيغيب فترة. فبتتكلم على جاهزية النادي الأهلي للفترة اللي جاية، مرحلة المطبات الصعبة دي، في غياب فرقة كاملة يمكن بالاحتياطي كمان، ولكن في الآخر خالص زي ما بنقول إن النادي الأهلي عينه على البطولة. ما بنقولش بقى إيه بنخلق مبررات أصل الأهلي مش عارف حصل، لا إحنا بس بنقول الصورة بصفة عامة، بننقل الصورة بصفة عامة، ولكن الأهلي قادر إن شاء الله على العودة مرة أخرى لمكانه الطبيعي في المقدمة، وبإذن الله يحافظ على اللقب الغالي، لقب بطولة الدوري العام المصري. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل الزميل العزيز محمد الباز المحلل الرقمي، نتكلم معاه
عن ارقام الفريقين، فرقه النادي الاهلي وفرقه فاركو قبل ماتش النهارده، انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بالزميل العزيز محمد الباز. مساء الخير يا محمد، كل سنه وانت طيب. مساء الخير يا كابتن ايمن، كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين ويعني مصر كلها بخير يا رب دايما ان شاء الله. يا رب دايما. النهارده طبعا مباراه عايزين نقول ان هي مباراه صعبه. ليه؟ لان احنا راجعين بقى سويتشنج كده مختلف، كوليكشن من ما بين بطولات مختلفه، حتى معظم السكواد بتاع النادي الاهلي دخل تصفيات طبعا كاس العالم مع المنتخب، فبنتكلم في عدد كبير من اللاعبين، حتى اللاعبين التانيين الدوليين اللي مع فرقهم زي ما حضرتك وصفت. فبالتالي احنا عندنا فعلا كوليكشن صعب من المباريات ما بين بطولات مختلفه. العوده للدوري مع المباريات المؤجله، الارقام كده بتقول لنا لا، محتاجين تركيز ان احنا نفصل تماما وناخد كل مباراه بمباراتها علشان يبقى التركيز اكبر، نحقق اعلى مردود، وطبعا الثلاث نقاط في كل مباراه هي الاهم. الارقام بتقول لنا ان احنا النهارده في مباراه قد تكون تبدو بالارقام ان هي سهله ولكن هي في مضمونها صعبه جدا. صحيح. فلازم نكون حذرين في كل يعني اجواء المباراه من اولها لاخرها. لان فريق فاركو فريق الارقام بتقول لنا ان هو فريق ضعيف من الناحيه الدفاعيه، ضعيف ايضا من الناحيه الهجوميه، ده مقارنه بكل فرق الدوري على عدد المباريات اللي لعبها، معدلات التهديف عنده مش عاليه، حتى صناعه الفرص متوسطه، الناحيه الدفاعيه بيستقبل اهداف كتيره جدا. يعد ان هو من اضعف خمس ست فرق من ناحية طبعا الدفاعيه على مستوى الجدول الدوري حتى في الترتيب. صحيح. فبالتالي هنا لازم نكون حذرين، رغم ان الفريق بيملك سكواد كويس، عنده بعض اللاعبين كواليتي يعني يبدو ان هو جيد جدا، ولكن كمجموعه يعني مع بعض ما بنشوفش الخطوره، دايما في عدم تناسق، ما فيش هارموني ما بينهم، وده اللي مخلي الفريق فاركو بالشكل الحالي. النادي الاهلي طبعا قبل الفاينل افريقيا يعني اللقب الاغلى كان في اربع مباريات في الدوري طبعا حققنا فيهم النتيجه المطلوبه، يعني احنا بنتكلم في العلامه الكامله من اربع مباريات. عشان كده دايما المدير الفني في اي فريق، محلل فريق الخصم حتى، نبص على اخر اربع مباريات، اخر خمس مباريات، ونشوف الاستابيليتي، نشوف النقاط الضعف والقوه عند كل فريق. بالتالي خلينا نبدا كابتن ايمن نشوف اخر اربع مباريات للفرقتين في الدوري. طبعا حتى الان احنا عارفين ان اخر اربع مباريات الاهلي بالعلامه الكامله 12 نقطه 4 فوز، فاركو 2 فوز و2 تعادل. فبالتالي ان هو 2 فوز و2 تعادل ده معناها نتائج متوسطه قد تبدو كويسه. مظبوط. فمديهم دفعه كبيره جدا. تعال نشوف بقى النقاط الاهم يعني ناحيه التسديدات والتسديدات المستقبله. فريق فاركو في الاربع مباريات يا كابتن سدد 36 تسديده، منهم 13 على المرمى. طيب يعني بدقه 36%. النادي الاهلي طبعا في الاربع مباريات الاخيره سدد 63 تسديده، منهم 21 على الاون تارجت على الثلاث خشبات بدقه 33%. فاركو بقى استقبل 39 تسديده على مرماه، منهم 6 على الثلاث خشبات بدقه 15%. وعشان كده احنا قلنا في الاخر اربع مباريات دفاعيا فاركو كان يبدو ان هو كويس، 2 تعادل و2 فوز. الناحيه الثانيه النادي الاهلي استقبل 28 تسديده على مرماه، يعني منهم 15 على الثلاث خشبات بدقه 53%. الاهلي احرز 11 هدف في الاربع مباريات، فاركو احرز خمس اهداف في الاربع مباريات. عشان كده احنا دايما بنقول حتى الاهداف يعني لو نكمل هتلاقي الفرص بقى الاهداف المستقبله الفرقتين استقبلوا كل واحد ثلاث اهداف. مزبوط. يعني متساويين ده بالنسبه للاهداف المستقبله. من ناحيه اهي معانا الفرص برضه يا كابتن، تخيل ان الاهلي صنع 47 فرصه، كان عنده 47 فرصه في الاربع مباريات. الناحيه الثانيه فاركو، انا بتكلم هنا الفرص اجمالي، بحيث في فرص كبيره محققه اللي هي طبعا نسبه كبيره جدا تترجم لهدف، ولكن بتكلم بشكل عام 47 فرصه من تمريرات مفتاحيه كثيره جدا. الناحيه الثانيه فاركو 24 فرصه، والاهداف المتوقعه فاركو قد يصل الى يعني نقدر نقول 9 اهداف، رغم ان هو احرز طبعا 5 اهداف، لان الفرص عنده 24 فرصه في الاربع مباريات بنتائج كانت طيبه ويعني جيده. الناحيه الثانيه الاهداف المتوقعه عند الاهلي 12، رغم ان الاهلي احرز 11 هدف يا كابتن في الاربع مباريات، وده يقول لك ان الاهلي رغم ان هو صنع 47 فرصه كان خطوره وعنده تسديدات زي ما قلنا كثيره جدا في الاربع مباريات الاخيره بعلامه كامله 4 فوز،
ولكن الاهلي قد يبدو ان هو انتهز معظم الفرص الا يعني في مباراتين، وطبعا كان في عندنا مباراه يعني في مباراه 4-1 في مباراه 3-0 يعني امام الجونه، فبالتالي ادى الفرصه الاكبر للنادي الاهلي ان هو يعزز طبعا وضعه الهجومي. دلوقتي احنا بنتكلم على الاهلي من ال 15 مباراه هو ثاني اقوى خط هجوم في الدوري حتى الان، يعني بنتكلم على يعني وصلنا ل 35 هدف في ال 15 مباراه، يعتبر ثالث خط اقوى خط هجوم، لان طبعا بيراميدز وفي سيراميكا 37 وسيراميكا ايضا الثاني ثم النادي الاهلي، وده طبعا معدل تهديفي من ال 15 مباراه هم 23 و22 مباراه مزبوط. فلكن لازم نقف عند عدد المباريات. المقارنه في الاربع مباريات الاخيره عندنا نقطتين مهمين جدا لازم نقف عندهم، ان الفريق طبعا فاركو متوسط في صناعه الفرص، متوسط في التسديدات على المرمى زي ما قلنا، ولكن بيستقبل اهداف ومعدل التهديف بتاعه ضعيف. وده لما نشوفه بقى على المباريات الدوري كلها والمقارنه الرقميه ما بين الاهلي وما بين فاركو حتى الان في مباريات الدوري لعب 15، النادي الاهلي طبعا فاركو وصل ل 23 مباراه، احنا عندنا فوز 10 فوز وخسارتين وثلاثة تعادل. الناحيه الثانيه بقى كابتن هو فاز في 4 مباريات فقط، فنسب الفوز عنده من ال 23 قليله جدا، ضعيفه جدا، حتى نسب الخساره عنده عاليه وصلت تقريبا 43% من توتال او اجمالي المباريات بالظبط، لانه عنده 10 خسائر وعنده 9 تعادلات. الترتيب طبعا زي ما احنا عارفين هو 16 زي ما حضرتك وصفت، هو من الثلاثه طبعا اللي يعني دلوقتي بدات فيه منافسه على الهبوط او بدات تبدو تظهر يعني في اخر 5 فرق زي ما قلنا. الترتيب النادي الاهلي التاسع طبعا ب 33 نقطه من ال 15 مباراه. اهداف الاهلي 35 زي ما قلنا ثالث اقوى خط هجوم من ال 15 مباراه. الناحيه الثانيه فاركو 22 هدف من ال 23 مباراه يا كابتن، بمعدل تهديفي يبدو ان هو ضعيف يعني يعني تصل الى هدف بالمباراه الواحده. الاكس جي عند الفاركو قد يصل ل 54 هدف في ال 23 مباراه، هو احرز منهم 22 هدف، يعني تقريبا يعني نقدر نقول قد يصل ل 50% من الفرص اللي بتجيله يقدر ان هو او قدر ان هو يحقق منهم اهداف او يحرز اهداف. الناحيه الثانيه النادي الاهلي 42 هدف من اكس جي. الاهداف بقى من داخل منطقه الجزاء ومن خارج منطقه الجزاء، احنا بنتكلم ان الاهلي عنده دلوقتي وصل ل 35 هدف يا كابتن، منهم 30 هدف من خارج سوري من داخل منطقه الجزاء، من واقع 148 تسديده على المرمى. 148 تسديده من داخل منطقه الجزاء احرز النادي الاهلي 30 هدف، والخمسه من خارج منطقه الجزاء. على فكره الخمسه ده رقم اتحسن، يعني احنا اخر كام مباراه كان عندنا كذا تسديده من خارج منطقه الجزاء. فالنادي الاهلي بدا ان هو يشتغل على حته التسديدات من خارج منطقه الجزاء ويترجمها لاهداف، لان 87 تسديده دي يعني رقم محتاجين يعني نزوده اكتر. الناحيه الثانيه هنا واضح 21 هدف، 160 تسديده من داخل منطقه الجزاء حرزوا منهم 20، عندهم هدف وحيد من خارج منطقه الجزاء. فده بيقول لك الفريق ده من خارج منطقه الجزاء في حتى اللينك اب ما بينه وما بين اللعيبه كلهم بقى ما بين راس الحربه وحتى نص الملعب مش اللي هو بيشكل خطوره ضعيف. فدايما الاختراقات عندهم من الاطراف. الركنيات عندهم يعني 89 في ركنيه في اجمالي عدد المباريات 23، بمعدل 4 تقريبا يعني 4 ركنيات في المباراه بالمباراه الواحده. الناحيه الثانيه النادي الاهلي بمعدل 7 ركنيات بالمباراه الواحده، عنده ركنيات غزيره جدا، عندنا 4 اهداف بالمناسبه من بالضربات الراس. النادي الفاركو طبعا برضو عندهم عدد 4 وتقريبا 5 برضو ضربات راس، يعني بيشتغلوا بالضربات الثابته بيلعبوها بشكل كويس او العرضيات من عرضيات متحركه. الناحيه الثانيه الاسيست 12 عندهم. النادي الاهلي التمريرات الحاسمه عنده عاليه جدا 26 تمريره حاسمه لانه احرز 30 هدف منهم. التمريرات المفتاحيه لا دايما الاهلي من اقوى الفرق اللي طبعا بيصنع فرص وبيصل للمرمى، عنده 10 بمتوسط 10 تمريرات مفتاحيه في المباراه، عمل 152 تمريره مفتاحيه في ال 15 مباراه يا كابتن، ده رقم عالي جدا. الناحيه الثانيه فاركو بتصل بتصنع، ولكن طبعا معدلاتها التهديفيه ضعيفه جدا مقارنه بفرق الدوري. الاستحواذ اهو هنا بقى بيظهر ان قوه النادي الاهلي في الاستحواذ 60%، ده متوسط في المباريات كلها اللي اتلعبت حتى الان 15 مباراه. الناحيه الثانيه فاركو 47%. ده شكل عام. تعال بقى نتكلم على التسديدات بالمباراه. الاهلي طبعا 15 تسديده، ويعني الناحيه الثانيه 11 تسديده بالمباراه الواحده، لكن الدقه بتختلف. النادي الاهلي اقوى من ناحيه الدقه وافضل 36% مقابل 28%. العرضيات بالمباراه هم عندهم يعني بيصلوا 4 بالمباراه، رغم انهم عندهم نقطه قوه وبتتعكس عليهم نقطه ضعف، وده هنشرحه حتى بالحالات. الناحيه الدفاعيه بقى كابتن بتورينا هم طبعا استقبلوا 32 هدف في ال 23 مباراه، فمعدل التهديف المستقبل عندهم عالي. واحنا كده برضه للاسف، احنا كده للاسف، ولكن عايز اقول لك اطمنك ان احنا الثاني اقوى خط دفاع. ايوه يعني بس احنا دايما بنبقى احسن من كده.
طبعا احنا استقبلنا 16 هدف في 15 مباراه، يعني معدل ان احنا نستقبل نسبه عاليه بالنسبه للاهلي، وده هيبان في الكلين شيت حتى ان احنا بنستقبل كل يعني تقريبا معظم المباريات استقبلنا وده كلين شيت اهو الاهلي 4 من 15، يعني انت بيقول لك ان في 11 مباراه انت استقبلت فيهم اهداف، فده يعني رقم دايما الاهلي ما بيحبوش. يعني الناحيه الثانيه فاركو عندهم مباراتين بس اللي ما استقبلوش فيهم من ال 23 مباراه، يعني معناها ان 21 مباراه بيستقبل اهداف. ان التمريرات بقى الصحيحه عندهم اللي هي كومبليتد بشكل صحيح ما بيصلوش حتى لرقم كبير، وده بينعكس في الاستحواذ عندهم، شكل البيلد اب، شكل البروجريشن عندهم، التدرج بالكره كابتن مش عالي، هو لمستين ثلاثه ويرمي في الاطراف بقى، والاعتماد على اللعيبه بتاعتهم الانكادا زي طبعا الباك اليمين اللي ليه مساهمات وفول باك ولكن عنده مشاكل في التغطيه. شفناه في ماتش غينيا مع منتخب مصر. مظبوط مظبوط. الناحيه الثانيه برده سيف تراوري وعزمي يعني غوما الناحيه الثانيه في الباك الشمال يعني بيساهموا، والراجل يعني سيف تراوري ده تيري سيف تيري سوري سيف تيري السوداني والله هو لعيب كواليتي كويس، انسايدر بيخش ويقطع بيشبه شويه حسين شحات مع فرق الكواليتي طبعا لحسين افضل، ولكن هو بيبدو ان هو كويس على المستوى الفردي. يعني التمريرات الطوليه بيلعبوها كتير جدا، 50 تمريره طوليه لعبوها يعني بدقه 40%، الناحيه الثانيه النادي الاهلي 40، واحنا عارفين الناحيه التكتيكيه لمارسيل كولر بالتمريرات الطوليه لها خطوره كبيره جدا، لان معظم الفرق اللي بيلعبها كابتن ايمن عندهم يعني مساحات في خط الظهر خاصه في الاجنحه عندهم، لان معظم الفرق زي انكادا زي ما بنقول بيزيد بالتغطيه العكسيه عنده ضعيفه، فبالتالي بيبدو ان احنا بنلعب كرات طوليه كبيره جدا، وده طبعا بنحتاجها تكتيكيا مهم. خساره الكره بالمباراه يعني يبدو ان احنا مقربين، ولكن استعاده الكره والاعتراضات وابعاد الكره بالشكل اعتقد الفرقتين متقاربين يا كابتن ايمن، ولكن احنا دايما النادي فاركو هنا لازم ناخد بالنا ان فريق سريع جدا في استعاده الكره، بيخسر الكره كتير بس بيرجعوا اللي هم بيقفلوا المساحات، فده ميزه عندهم بتتعكس طبعا في عدد التمريرات، لان هي ما بتطولش في رجليهم الكوره بشكل كبير جدا، وده تكتيكيا بيقول لك لا انت تضغط عليهم ضغط العالي بيولد اخطاء منهم، بيخطئوا كتير جدا ما بتديهمش فرصه، وهم ما عندهمش زي ما قلنا كواليتي على مستوى اللاعبين كويس، ولكن المستوى الجماعي ما بنشوفش ده في البيلد اب، ما بنشوفش ده في حتى التمريرات الكاسره للخطوط ما شفناهاش بشكل خطير، الا ان انت بترمي في الاطراف وبيعتمد زي ما قلنا على العرضيات بشكل اكبر، يعني اختراقات عنده في العمق ما تلاقيهاش كتيره، تسديدات من خارج المرمى مش خطيره ومش كتيره، هو هدف واحد من الاهداف اللي جابوها كلها ما بتشكلش خطوره كبيره جدا. مشاكلهم ده اتعكست حتى في الصور اللي احنا جايبينها في الحالات، سريعا هنترجم بعض الارقام ونقول اهم نقاط الضعف عندهم. زي ما حضرتك قلت احمد خطاب يعني المدرب بتاعهم هو لعب يعني 13 مباراه من شهر فبراير اللي فات، عنده 3 فوز و3 خسائر وبقيه المباريات تعادل، عنده نسبه تعادل كبيره جدا احمد خطاب مع الفريق، بيلعب ال 4-2-3-1 يعني بيعتمد دايما او بتتقلب كتير 4-4-2، بيلعب باتنين روس حربه سواء لو عمرو جمال وعمرو ناصر بيلعبوا مع بعض روس حربه، عندنا بعض الصور اللي توضح ان الفرقه كفاركو عندها مشكله في طب ده الشكل بتاعهم 4-4-2 يا كابتن، في عدم حيازه الكوره دايما بيعملوا الميد بلوك بيضغطوا من نص الملعب، ده الشكل بتاعهم اهوت في عدم حيازه الكوره، اما في حيازه الكوره بيقلبوا 4-2-3-1. نمشي الصور بسرعه، ده الشكل بتاعهم برضو في عملية الضغط يا كابتن أيمن، بيضغطوا في أوقات ضغط عالي بس، ولكن نسبة كبيرة جدا الضغط عندهم بيكون ميد بلوك من نص الملعب، بيسيبوا الفريق يطلع ويضغطوا عليه من نص الملعب عشان يقطعوا الكرة، بيقطعوا الكرة كويس استرجاع الكرة عالي بالأرقام. هنا بقى مشكلتهم في طبعا الاختراقات من الاطراف، عندهم مشكله يعني التغطيه عندهم في خلف المدافعين فيها مشكله كبيره جدا، ده مباراه الاسماعيلي يا كابتن هم خسروا طبعا من الاسماعيلي، وبص شوف هتلاقي ورا انكادا دايما بيبقى فيه مساحات انكادا في التمركز عنده الرقابه مش عاليه جدا، فالكره هنا اتلعبت راحت، هي دي طبعا ما جاتش جون بس انا بتكلم على نقاط الضعف عندهم بتتكرر، بيتضرب في الخلف بشكل كبير جدا، ده هو ضيعها للاعب طبعا الاسماعيلي. نفس الشكل شوف احنا شفناه ناحيه الشمال عند انكادا، تعال نشوفها ناحيه اليمين سواء سوري يعني يمينهم انكادا، بنتكلم ناحيه الشمال عندهم طبعا الكره نفس الكلام يا كابتن اتلعبت في الخلف خلاص خدها اللاعب ده طبعا مباراه الجونه ماتش الجونه وطبعا يعني واحرز الهدف منها، فعندهم مشكله دايما في التغطيه في خلف الاظهره بتسيب مساحات كبيره جدا، وده بيترجم ده فرصه كويسه ان احنا نقدر نستغلها لان احنا نمتلك اطراف
عاليه جدا كواليتي نقدر ان احنا نستغلها ونلعب حتى الاختراقات بالعمق هتسبب خطوره كبيره جدا على فريق فاركو. ده يعني ملخص عام لارقام الفرقتين ونقاط القوه والضعف عند فاركو. دايما الارقام احيانا بتعني صحيح. بعض الشيء، ولكن بالنسبه لنا التسعين دقيقة داخل مستطيل الأخضر هي اللي بتفرق. صحيح طبعا. إن شاء الله إن شاء الله تكون الأفضلية للنادي الأهلي والمكسب للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله. ولينا لقاء آخر إن شاء الله بعد المباراة إن شاء الله. شكرا يا محمد، شرفتنا، ألف ألف شكر. طبعا زميل عزيز محمد الباز اتكلم يعني بصفة كاملة عن الأرقام، وقدر كمان في الآخر إن هو يجيب لنا بعض الصور اللي بتؤكد الأرقام. الأرقام غالبيتها في صالح النادي الأهلي. يمكن محمد اتكلم وانا هطلع من الماتش بس حاجه بسيطه، بس دقيقه بس، اتكلم على عدد لعيبه النادي الاهلي في منتخب مصر. انا كنت عايز اتكلم وكنت متردد اتكلم ولا ما اتكلمش، بس خليني اقدم نصيحه لاخويا الاصغر حسام حسن. اكيد اكيد في ناس بتحب وفي ناس ما بتحبش، مش هقول بتكره، احنا بنتكلم على اشخاص، لكن كلنا كلنا بصفه عامه بنحب بلدنا وبنحب منتخب بلدنا. يا حسام هتلاقي في ناس بتهاجم، وعلى فكره مش كلنا خبراء في الكوره، يعني من حق اي واحد ينتقد، ولكن النقد يكون باحترام من غير تجاوز في حدود. ومن حق الكابتن حسام حسن القانون يديله حق الرد برضه باحترام، ولكن كلنا ورا منتخبنا، وانت المدير الفني للمنتخب فاكيد كلنا وراك. هتلاقي ناس بتخالفك شويه عادي، ده موجود. نصيحتي التركيز، التركيز بشده مع منتخب مصر، ده هيكون أكبر رد على المشككين، وكلنا وراك لأننا بنحب مصر، حتى اللي ما بيحبكش بيحب مصر، وكلنا هدفنا واحد، الوصول لنهائيات كأس العالم. عايز وجهة نظري، يمكن تزعل، ولكن زي ما قلت أنت أخ وأتمنى لك النجاح. أنا شايف إن المعجزة، المعجزة مش وصولنا كأس العالم، وجهة نظري. قد تكون المجموعة بنقولها يعني صعبة في بعض الأحيان، ولكن مقارنة بمستوى منتخب مصر الحالي ولاعيبة منتخب مصر الحالي والمنافسين، المنافسين الأقرب لينا غينيا بيساو وبوركينا فاسو، لا فنيا احنا أقوى. زي ما قلت مش المعجزة انك توصل، مش المعجزة انك توصل، ده المعجزه لا قدر الله لو ما وصلناش، ولكن احنا كلنا وراك يا حسام، لاننا كلنا مصريين، كلنا بنحب الخير لبلدنا، كلنا بنحب منتخبنا. ركز في المستطيل الاخضر، ركز مع لعيبتك، ركز مع المنتخب، وان شاء الله ده يبقى اكبر رد على المشككين من خلال النتائج. بالتوفيق ان شاء الله يا حسام. طبعا بيشرفنا دلوقتي الزميل العزيز والخبير التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. مساء الخير يا كابتن، وكل سنه كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه والشعب المصري كله بخير وامن وسلام وسعاده. ربنا يا رب يعود علينا هذه الايام يا كابتن ايمن بالخير على الكل يا رب. كابتن ايمن سعيد بيك طبعا، واحنا عوده للدوري العام، واحنا النهارده عندنا شويه مفاجآت بالنسبه لتعيين الحكام. دخلنا على المفاجآت على طول. على المفاجآت على طول. طبعا احنا اولا بالتوفيق لطاقم التحكيم ان شاء الله النهارده يعملوا مباراه كويسه. اعتقد اختيار طاقم تحكيم جيد. بالتوفيق طبعا لطاقم التحكيم لهذه المباراه اللي اعتقد هي صعبه. ولكن مفاجآتنا النهارده كابتن ايمن، واحنا بنتكلم دايما من خلال رصد للتعيينه اللي حدث هذا اليوم. طيب نروح النهارده لمحمود ناجي. الاول هنتكلم على محمود ناجي، وهروح كمان لشهاب راشد. محمود ناجي هي اول مباراه للنادي الاهلي كحكم دولي، بيدير اول مباراه للنادي الاهلي هذا الموسم. محمود ناجي اول مباراه للنادي الاهلي حكم. وهقف لو تفتكر حضرتك احنا
الحلقه اللي قبل فاتت اتكلمنا على ان محمود جه حكم دولي، والمفترض النهارده الحكم الدولي الشاره الدوليه دي ليها قيمه كبيره جدا جدا، وما كانش الحكم الدولي هيدير هذه اللقاءات الكبيره هيديرها امتى؟ احنا بنتكلم النهارده في حكام، ودي المفاجاه، حكام دوليين اداروا النادي الاهلي اكتر من مباراه كابتن ايمن، يعني في حكام لعبت مباراتين للنادي الاهلي، ثلاث حكام لعبوا مباراتين للنادي الاهلي، ولكن النهارده محمود ناجي كحكم دولي هو فين من مباراه النادي الاهلي؟ هي دي اول مباراه للنادي الاهلي بيديرها هذا الموسم. المفاجاه الثانيه هو بنتكلم كمان على التعيينه، وانا هنا بخص حكام الفار او مسؤول الفار. النهارده بنتكلم على حكم تعين ثلاث مباريات لنادي فاركو، دي الرابعه. يعني بكلم على مسؤول الفار النهارده لما بتحط حكم ثلاث مباريات للحكم في فار لفاركو، وياخد كمان مباراه يعني اربع مباريات لفاركو، دي اول مباراه او ثاني مباراه للاهلي، دي لابد انك انت تراعي مسؤول التعيينات في الفار يراعي، هو بيبص كده يشوف العدد بتاع التعيينه للحكم. يعني ايه كابتن التعيينات؟ كابتن ايمن التعيينات هي مسؤول حاليا اللي بيسؤول عن التعيينات للحكام هو فيتور بيريرا مع محمد فاروق. ده من المفترض. هو المفترض واحنا اللي احنا عارفينه ده مسؤول عن الحكام والصفاره. كويس. طب الحكام المساعدين مسؤول عنهم حمدي القاضي، عن الحكام المساعدين. حكام الفار مسؤول عنهم مجدي رزق. كل واحد مسؤول عن حاجه بيعينها. انا نفسي ان الكل يقعد يا كابتن ايمن يقعدوا مع بعض ويشوفوا التعيينه كلها، بحيث ان انا بكون قاعد على الترابيزه ممكن يبقى ليك انت وجهه نظر في تعيين حكم فار او 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 كده يعني. ولكن لما كل واحد بيعين حاجته بس دي بتعمل مشكله احيانا في الطاقم كله، في طاقم التحكيم. تاني محمود ناجي لعب 9 مباريات في الدوري ولعب 10 مباريات للفار، 19 مباراه زي ما قلت لحضرتك، اول مباراه للنادي الاهلي هذه المباراه، ولعب مباراه الاهلي والجونه كحكم فار. نروح لاحمد الغندور النهارده لعب للنادي الاهلي مباراتين كحكم صفاره، ولعب للفار مباريات كتيره، وده اللي احنا بنتكلم فيه. غندور ماشي كويس وحكم من الحكام الكويسين. ليه ناجي ما يمشيش ليه؟ ناجي ليه ما ياخدش حقه؟ ناجي ليه ما يلعبش للاهلي ويلعب الماتشات الكبيره؟ ده اللي احنا بنتكلم فيه خاصه في تعيينات هذه المباراه. هروح لحته ثانيه يا كابتن ايمن، وهو شهاب راشد. عندنا سمير جمال النهارده حكم مساعد رقم واحد، عندنا شهاب راشد حكم مساعد رقم اثنين. سمير جمال حكم دولي متميز جدا جدا وماشي بشكل كويس قوي قوي، ما عندوش اي مشاكل، اللي هو على اليمين. شهاب راشد هيقف عنده شويه. حكم ده لعب في الجوله 23 يا كابتن ايمن مباراه الاتحاد وسموحه، عمل مباراه رائعه جدا جدا جدا. على فكره زي ما قلت في البدايه، محمود ناجي وشهاب راشد اول مباراه النهارده للنادي الاهلي تاني، ودي مفاجاه. شهاب راشد اول مباراه للنادي الاهلي لعب في الاسبوع 23 حكم مساعد في الاتحاد وسموحه، عمل ثلاث العاب جيدين جدا جدا جدا. واعتقد دي مكافاه لي النهارده، انك انت وانا بحيي هنا مسؤول تعيينات الحكام المساعدين، لما يبقى حكم كويس اديله مظبوط. فحمدي القاضي النهارده هو مسؤول التعيينات، النهارده انا بقول برافو حمدي، شهاب ماشي كويس في الاتحاد وسموحه، عمل ماتش رائع جدا، ثلاث العاب هاليين جدا جدا، اداله ايه فار في الاسبوع 24 و25، النهارده في الاسبوع ال 11 الجوله المؤجله اداله الاهلي، ودي حاجه بالنسبه له طبعا حاجه كويسه قوي ومكافاه ليه. اتمنى عاوز اقول حاجه. عايز اتكلم. اتفضل. دايما في كلام حضرتك بتقول عن موضوع التعيينات كتير قوي. تتكلم عن موضوع التعيينات كتير قوي. ايوه. بحيث ان التعيينات دي يكون ليها هدف اساسي. ايه هو الهدف الاساسي؟ كابتن ايمن بتتكلم في نقطه مهمه قوي قوي. كابتن ايمن لو انت مسؤول عن التعيينات انت عندك حاجتين مهمين جدا. ايه هما بقى؟ ايه هما؟ درجه صعوبه المباراه. ماشي. ايمن شوقي النهارده هذه المباراه كلاعب بتاعته. مباراه ثانيه مش بتاعته. عندنا في التحكيم كده. برضه نفس الحكايه. لابد ان انا كمسؤول تعيينات ابقى انا عارف الحكم شخصيته، الناحيه البدنيه، الناحيه الفنيه، الشخصيه التحكيميه، ياخد انهي مباراه وما ياخدش انهي مباراه. أيوة. ما بتكلمش على الحكم بس، على الحكم والحكم المساعد وحكام الفار. في حكام تتحمل الضغوط، وفي حكام ليها ماتشات معينه تديها لها، وفي حكام زي اللعيبه زي بالظبط كده. هنا لو انت كمسؤول تعيينات ما عندكش الحاسه دي، سواء كان تفاصيل الحكم عندك او الحكام، او ما عندكش تفاصيل المباراه صعبه ولا مش صعبه، اكيد هتبقى الامور مش جيده. ولكن بنقول النهارده مباراه فاركو مباراة مهمة جدا للتحكيم، خاصة بعد آخر مباراة لعبها كان فيها بعض المشاكل التحكيمية كابتن أيمن، وإحنا من الأهلي والبلدية مش هنرجع ليها، ولكن النهاردة بنتمنى حكمين أول مرة لعبوا بقول
توفيق محمود ناجي النهارده ان شاء الله يسير ويمشي وينجح، وشهاب اللي ماشي كويس قوي 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 يسير، واللي ماشي كويس اديله. صحيح. اللي ماشي كويس اديله يا كابتن ايمن واديله مكافئته، زي ما النهارده انت يا حمدي قاضي اديت لشهاب راشد الاهلي. نتمنى كل الحكام المساعدين اللي بتتميز نديها المباراه الكبيره بالتوفيق النهارده ان شاء الله لطاقم التحكيم كابتن باذن الله. كابتن ولينا لقاء اخر بعد المباراه ان شاء الله والاهلي كسبان ان شاء الله. شكرا شاء الله. جزيلا كابتن، شكرا كابتن ايمن. شكرا. طيب نتكلم بقى عن تشكيل النادي الاهلي النهارده. يمكن كنت عايز اتكلم على موضوع التدوير، هتلاقوه عمليه اساسيه مهمه جدا في الفتره دي من مستر كولر اكيد، نتيجه ضغط المباريات وعامل الاجهاد. عشان نتلافى الجزء ده اكيد مستر كولر هيبص على عامل التدوير في كل مباراه. النهارده مستر كولر بيفاجئنا ببعض التغييرات وهنقولها من خلال تشكيل النادي الاهلي النهارده. حارس المرمى محمد الشناوي، ظهير ايمن كريم فؤاد، ظهير ايسر عمر كمال عبد الواحد، وقلبي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. تاني الشناوي حراسه المرمى، ومش عارف بقى هو هيلاعب كريم فؤاد ظهير ايسر ولا ظهير ايمن، وعمر كمال عبد الواحد لعب قبل كده ظهير ايسر، فانا وجهه نظري ان كريم فؤاد هيلعب النهارده ظهير ايمن، وعمر كمال ممكن يبقى هو الظهير ايسر، وقلبي الدفاع محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. نص الملعب النهارده هيبقى فيه احمد نبيل كوكا ومروان عطيه وامام عاشور. احمد نبيل كوكا ومروان عطيه وامام عاشور، وثلاثي المقدمه حسين الشحات رضا سليم وانتوني موديست. حسين الشحات رضا سليم وانتوني موديست. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي النهارده بالفوز. زي ما قلنا لحضراتكم الفتره دي انا اعتقد الفتره الصعبه اللي جايه كل اللعيبه هتلعب، يعني كل اللعيبه هيحتاجها مستر كولر. فتره صعبه هتحتاج مجهود جامد وتركيز جامد جدا 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 من اللعيبه والجهاز الفني والجهاز المعاون، ولكن ان شاء الله كلنا ورا فرقتنا باذن الله للاحتفاظ باللقب الغالي، اللقب اللي دايما بيبحث عن النادي الاهلي، وهي البطوله الغاليه بطوله الدوري العام. خلصت كلامي، ناقص كلام الفني اللي هنناقشه مع نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظروا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفيني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم منورنا يا كابتن. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا ايمن، والامه الاسلاميه كلها بخير، وعقبال كده ما كلنا مع بعض نبقى على عرفات ان شاء الله باذن الله السنه الجايه، وكل الامه الاسلاميه بخير باذن الله. وكل سنه وانت بينا يا كابتن. صحه وسلامه كابتن. كابتن اسامه عرابي منورني، كل سنه وانت طيب. الله يخليك. صحه وسلامه ايمن، والشعب المصري كله بخير، والامه الاسلاميه كلها بخير. عيد اضحى سعيد عليكم جميعا. بس كفايه بقى عشان الباقي يقول الكلام، وعادل هيقول نفس الكلام، فبرضه عيد اضحى سعيد علينا كلنا وعلى الامه الاسلاميه باذن الله. كابتن كابتن عادل منورني يا كابتن، كل سنه وانت طيب. وكل سنه وانت طيب، وزي ما قالوا الكباتن. كابتن احمد بلال، كل سنه وانت طيب يا كابتن منورني. ازيك يا كابتن؟ ازيك كابتن، اخبارك ايه؟ الله يوحشنا. وانت اكتر والله كابتن. والله وحشنا كتير والله. ربنا يخليك. ربنا يخليك. طيبين يا رب ان شاء الله، ودايما في صحه وفي سعاده يا رب، وفي نجاح، ودايما محتفلين بنادينا الجميل يا رب ان شاء الله. طيب نقول مره ثانيه تشكيل النادي الاهلي. تشكيل النادي الاهلي النهارده هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى، وعمر كمال على الورق اللي جاي لنا، عمر كمال ظهير ايمن، كريم فؤاد ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم، وثلاثي خط الوسط احمد نبيل كوكا ومروان عطيه امام عاشور، وثلاثي المقدمه حسين الشحات رضا سليم انتوني موديست. بدلاء النهارده مصطفى شوبير، محمود متولي، رامي ربيعه، محمد مجدي قفشه، اليو ديانج، عمرو السوليه، احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم كهربا. خلينا برضو نقطه مهمه كنت عايز اتكلم فيها سريعا، موضوع الاشاعات اليومين دول عن النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ومستر كولر مش عايز ده، ومستر كولر قال لا السماح لده انه يمشي. احنا بنشوف لعيبه بقى لها فتره مش موجوده، لا مستر كولر بيدخلها دلوقتي في القايمه. في ناس بقى لها فتره كانت
بعيده بسبب الاصابه وبتلعب النهارده زي ياسر ريف. هتلاقوا اشاعات كتير جدا 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 لزعزعه استقرار النادي الاهلي، مالناش احنا دعوه بيها، خلينا في فرقتنا وخلينا في منظومتنا ورا المنظومه كلها. ان شاء الله النجاحات مستمره والنجاحات متتاليه. كابتن شريف، بعد البطوله الغاليه وتحقيقها بطوله ابطال افريقيا، نرجع مره ثانيه بعد شهر وشويه للبطوله المحليه. مظبوط الكلام اللي انت قلته، انا عاجبني جدا محاوله زعزعه الاستقرار اللي هو موجود والنجاحات اللي انت بتاديها. يعني البطوله ال 12 الافريقيا دي بترد على اي حد او بترد على الدنيا كلها باستقرار الاهلي بادارته بمؤسساته بكل حاجه يعني. ف خلي اللي يقول يقول يعني، والناس عايشه على الحاجات دي واحنا عارفين كلنا. ولو بصينا يعني احنا بنتكلم هنا بنقول كلام محترم جدا عن جميع الانديه وكلامنا، بطلع في السوشيال ميديا الاقي عكس الكلام تماما ومحاوله تشويه الصوره باي شكل. وده الاسلوب اللي بيخلينا ننجح احنا يعني. كل ما الناس دي بتزود في الكلام اللي هما بيعملوه ده، احنا بنزيد اكتر. حتى لما لعيب زي ما انت بتقول يسمع ان في اشاعه وكان بيبين اكتر ان في استقرار، بيبين صح. اصلا هو علاقته بالجهاز الفني وعلاقته باللاعبين كلهم علاقه جامده جدا، وبنتفق كلنا على ان النادي الاهلي هو اللي دايما مطالب بان هو يكون في بورصه الضوء، هو صاحب البطولات وهو اللي بيبحث عن البطولات. فالنهارده باذن الله لما تيجي تتكلم على مباراه اليوم والعوده تاني للبطوله المحليه اللي هو برضو اساسها هو النجم فيها النادي الاهلي برضو، وغصب عن اي حد يعني شاء او لم تشاء انتوا، فالنادي الاهلي هو الحقيقه الاول وهو اللي بينافس نفسه وهو كل حاجه في الحكايه يعني. فهتلاقي النهارده ان المطالب في المباراه هو النادي الاهلي، هتلاقي ان الصراع في المباراه هو النادي الاهلي. نادي فاركو مش مطلوب منه انه يكسب، او مش مطلوب منه انه يكون في احلى وازهى. هو الراجل النهارده بيأدي على حسب النادي الاهلي هيأدي ازاي، على حسب بعد المجهود الكبير اللي النادي الاهلي كان فيه ولاعيبه المنتخب والعماد الاساسي بتاع كل شيء الحقيقه في كره القدم في موجود في مصر هنا، هيكون الرؤيه في الملعب يا ايمن هتتفرج كده هتشوف في لعيبه جايه مستريحه ما لعبتش، وفي لعيبه كان عليها ضغوطات كتير قوي، وفي لعيبه مش موجوده اصلا للاصابات. فده حال النادي الاهلي دلوقتي وحال الانديه الكبيره اللي هي بصدد مش بطوله الدوري بس، ها ده بخمس ست بطولات كمان جايين في الافق، بتسع مباريات غير المباراه دي في كافات دي 15 يوم ولا 13 يوم، ها 9 10 على فكره مباريات. لازم تخلص يعني عدد مبارياتك زي ما قال النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه. النادي الاهلي لعب 15 ماتش باقي له 19 مباراه، كويس لازم يخلصوا قبل منتصف اغسطس. يعني عندك ماتش كل 72 ساعه، يعني يومين وتدخل على مباراه، يومين وتدخل على مباراه لحد شهرين قدام. كويس، وده كان بسبب كمان التجمعات المنتخب والاجندات الدوليه والحاجات دي كلها. فالاهلي واشتراك الاهلي في اكتر من بطوله، الاهلي هنتكلم نفس الدباغه بتاعت كل مره. احنا بنتكلم على النادي الاهلي ان هو في كل مره وفي كل خطوه وفي كل مباراه مطالب بالفوز. صح. احنا من يعني خلينا برضو احنا كمشاهدين وكجماهير طبعا بنطلب الاداء والنتيجه وكل، لا خلينا رحماء بقى بيننا كده، لان انت هتشوف النهارده ممكن يكون فيه بدايات بطيئه شويه، رجوع تاني للملعب، لعيبه وحشه الملعب، لعيبه قاعده ومستنيه الفرصه تاني انها تبقى موجوده. فالدنيا كلها النهارده يعني من عندي انا واحساس انا، اول 45 دقيقه هتبقى الـ 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 الفيصل في مباراه اليوم. يعني اتمنى من عوده لعيبه معينه موجوده انها تبقى سليمه والباص سليم والدنيا سليمه والدنيا ماشيه كويس، دخول لعيبه تانية ما فيش بتترجم اللي مطلوب منهم النهارده. فباذن الله ايمن انا بتمنى ان اول 45 دقيقه النهارده تبقى سهل على النادي الاهلي باذن الله، وفيها نتيجه مرضيه لجميع الاطراف باذن الله ربنا. كابتن اسامه، اشغال كرويه شاقه تنتظر النادي الاهلي بدايه من لقاء فاركو اليوم
مرورا بقى بعد كده اتحاد سكندري، داخليه، زمالك، لحد ما ينتهي الدوري العام كمان شهرين. طبعا ضغط كبير طبعا تاني بعد فتره طويله، بنبارك للنادي الاهلي حصوله على بطوله افريقيا ومزيد ان شاء الله من الانتصارات. ف يعني دي ضريبه النادي الاهلي بيدفعها انه بيخش في كل تقريبا البطولات، سواء الاتحاد الافريقي او الدوري المصري او كاس العالم. فدي ضريبه النادي الاهلي بيدفعها، الحمد لله حصل على بطوله افريقيا، ودلوقتي هيبتدي يتفرغ للبطوله المحببه ليه اللي هي الدوري العام. وواضح ان المنافسه السنه دي فيها شراسه شويه من بيراميدز، و يعني ابعد بخطوات نادي الزمالك. بقيه الانديه بعيد خالص طبعا على منافسه الدوري العام، بالعكس يمكن هم اقرب للفرق اللي تحت من الفرق اللي فوق، يعني من اول المصري وزد وامبي وكده، يعني ماشيين في المربع الذهبي ماشي، لكن بعيد قوي عن المنافسه. فهو بيراميدز هو اللي ماشي بخطى ثابته، وفرق الماتشات اللي عمله بيراميدز وبيكسب 10 ماتشات متتاليه عامله هتعمل ضغط شويه، ولكن النادي الاهلي قادر بامكانيات اللعيبه اللي موجوده، المراكز اللي متغطيه في معظم الاماكن الحمد لله، ناس كتير كانت بعيد ابتدت ترجع، شفنا ده كده في نهائي بطوله افريقيا زي حسين الشحات وزي امام وقبل يعني كذا واحد رجعوا ابتدوا يرجعوا ورا بعض يعني. ودلوقتي وان شاء الله النهارده هنشوف ياسر ابراهيم برضو مؤثر، رغم انه محمد عبد المنعم ورامي ايمين بدور كويس قوي في الماتشات اللي فاتت كلها، ومع المنتخب كمان طبعا بنبارك للكابتن حسام حسن والجهاز وكل الناس انه بالتوفيق ان شاء الله يوصلوا كاس عالم. النادي الاهلي عنده من الامكانيات انه يقدر يكمل رغم الضغوط الكبيره اللي عليه، بس هي الفكره ان انا ما احسبش الثمان او التسع ماتشات المؤجلين مره واحده. احنا كلنا مرينا بالكلام ده، وما ننساش طبعا الدوري التاريخي اللي خدناه من نادي الزمالك، وكان اللي كان فارق اكتر من 12 بونت تقريبا، مظبوط 11 بونت 11 بونت، وكان ناقص دور بس الثاني. كنا بنركز ان احنا نكسب مباراه بمباراه، ويعني سايبين نتائج المنافس زي ما تحصل، لغايه لما الحمد لله وصلنا في المباراه النهائيه وكسبنا الزمالك وخدنا الدوري العام. فبرضه نفس الموضوع، النادي الاهلي المفروض يركز فاركو يكسب فاركو، الاتحاد ان شاء الله يوم الثلاث يكسب الاتحاد، وهكذا، ما يفكرش انه عايز من الثمان ماتشات اخد ال 24 بونت، فالرؤيه هتبقى بالنسبه له صعبه، لكن هو يفكر مباراه مباراه، هو يقدر يكسب كل فرق الدوري اللي موجوده ان شاء الله باذن الله رب، ويرجع لمكانه الطبيعي باذن الله باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، مرحله المطبات الصعبه، ولكن البعض بيقول ان المفروض النادي الاهلي هو اكتر جاهزيه، لان لعيبته رجليها على طول في الملعب، سواء مع النادي الاهلي او في المنتخبات، سواء منتخب اولمبي او منتخب اول مع حسام حسن. ولكن البعض الاخر بيقول لا، في ضغوط جامده، في اجهاد مستمر، احنا في نهايه الموسم، فالضغط هيزيد، ولما يبقى في ضغط في نهايه موسم ما يبقاش فيه استقرار في النواحي الفنيه، استقرار في الاداء، الاصابات بتزيد، الامور قد تكون صعبه بعض الشيء عند لعيبه النادي الاهلي. كابتن ايمن، الموضوع ده يعني من اصعب المواضيع اللي بتمر على المدربين. الشكل العام للناس كلها بيقول ان النادي الاهلي اجهز، النادي الاهلي عنده اجهاد. هيقول لك طب ما في لعيبه كتير ما بتلعبش، ما اللعيبه برضه عندها بعد عن الملعب. طب احنا نعادل المعادله دي، ما دي صعبه جدا. حاجة التانية بيقول لك طب ما اللعيبة عندها جاهزية، اللعيبة دي لعبت مباريات كتيرة قوي وبيبقى عندها إجهاد، ومش هتقدر يعني تلعب عدد من المباريات اللي احنا قلناها، احنا هنلعب كل 72 ساعة بس، بمعنى انك انت هيبقى 48 ساعة وتلعب الماتش اللي بعديها، هتدخل في 52 ساعة 53 ساعة، عمرك ما تروح 72 ساعة. الحاجة بقى المهمة يا كابتن، انت عندك ضغط صعب جدا. في احصائيه كده هقولها لك يا كابتن ايمن تعرفك موقف الاهلي الصعب في الدوري السنه دي.
عشان بس الناس تبقى عارفه يعني. بالزبط. انت بيراميدز لعب 23 ماتش عنده 56 نقطه، خسر كام نقطه بيراميدز؟ 13 نقطه من العلامه الكامله تمام. الاهلي لعب 15 خسر كام بونت من العلامه الكامله؟ خسر 12 مباراه. الفرق ما بين 23 وال 12 فرق بونت واحد لو الاهلي فاز في جميع المؤجلات. لا انا بتكلم على خساره النقاط عشان بس اوريك خطوره الموقف. بيراميدز الاهلي لعب ال 15 مباراه خسر 12 نقطه. بيراميدز لعب 23 مباراه خسر 13 نقطه. يعني تعرف خطوره كده. لو انت كسبت ال 24 نقطه اللي عندك المتبقيه هتبقى فارق بيراميدز الماتش، رغم انك هتلعب بيراميدز بس الماتش هيتضاف ان هو يبقى كانه بست نقط، كانه ثلاث نقط وثلاث نقط بس. هيشيل لبيراميدز مباراه والنادي الاهلي يبقى عنده مباراه اخرى، لو كسبها تبقى ثلاث ثلاث نقاط. الحل هنا بقى بيكمن في ايه؟ في المزج ما بين المجهدين واللي ما بيلعبوش كتير. لو قدرت تعمل المعادله دي هتقدر تنجح. الحاجه الاهم بقى جوه لعيبه النادي الاهلي اللي ياخد فرصه يتمسك بيها ويفنش الموسم بيها. صحيح. طيب كابتن بلال، مباراه قويه بتجمع بين الاهلي وفاركو، بالرغم ان لما تبص بين النادي الاهلي وفاركو كناحيه فنيه هتقول لا طبعا النادي الاهلي في حته ثانيه، ولكن موقف صعب الفتره اللي جايه. النادي الاهلي مطلوب منه ايه بالظبط بدايه من ماتش فاركو النهارده علشان يحقق المعادله الصعبه اللي قال عليها الكابتن عادل؟ مطلوب منه يكسب كل الماتشات. طبعا مطلوب منه انه يكسب. خد بالك كابتن ايمن، الاهلي ليس سبب في ان الدوري يخلص في اخر 8 او اول 9 تمام. انا احنا بنتكلم بالارقام صح. هي لغه الارقام ما بتكذبش. يعني النهارده اكبر فرقه او متوسط اللعب كام؟ 23 ماتش صح؟ ده المتوسط. يعني باقي لك كام اسبوع؟ 11 اسبوع. يعني لو بتلعب كل اسبوع ماتش المفروض تخلص في امتى؟ في ثلاث شهور تقريبا، ثلاث شهور لاسبوع. يعني المفروض تخلص في اخر في نص 9 او اول اسبوع في او بعد اول اسبوع في 9. يعني الاهلي مش هو السبب في تاجيل تاخير الدوري العام. في التأجيلات، لأن في ناس بتتكلم تقول لك الأهلي السبب في التأجيلات، لا لا أصل الأهلي بيلعب إفريقيا وبيلعب ماشي أوكي، بس هل أنت الدوري بالنسبة لك كدوري بانتظام الفرق التانية ولعبها مباريات أكتر من الأهلي، هل هو يخلص في شهر 6؟ في شهر 7؟ لا. بالعكس. بس هو في نقطة أنت بقى. أكثر الناس المتضررة من التأجيلات. طبعًا. ليه؟ لأنك أنت هتاخد 7 مباريات زيادة والفرقة بتلعب ماتشاتها الطبيعية. يعني الفرقة عندها 11 ماتش، في فرقة عندها 10، تمام؟ في فرقة عندها 9، أنت النهاردة عندك لسه كام ماتش؟ تقريباً 14. كام يا كابتن؟ 14 مباراة. فأنت النهاردة 19 مباراة لسه. كمية المباريات اللي هتتلعب اللي أنت هتلعبها في نفس التوقيت اللي الفرقة التانية بتلعب فيه ما هو أنت مش هتخلص لوحدك، هم هيخلصوا يستنوك، ما أنت هتخلص مع بقية الفرق. فهيبقى في ضغط كبير جداً جداً على فرقة النادي الأهلي. وده أمر في منتهى الصعوبة. ليه؟ عشان انت يعني بتكسب وبتاجل لك ماتشات في افريقيا وفي كاس العالم للانديه ولا وما الى ذلك اوكي. لكن هنا بقى النهارده لان احنا مرينا بالظروف دي كتير جدا، اقربهم السنه اللي فاتت. خد بالك يعني اقرب حاجه للظروف اللي احنا مرينا بيها دي كان السنه اللي فاتت. انت انا بعتبر المؤجلات دي كمين في نهايه الموسم. ده اكبر كمين. خد بالك ايه، مش هي كارثه. خد بالك ليه؟ انت بيتضغط عليك كل ما المنافس يكسب انت مضغوط عليك. انت النهارده مطالب انك تكسب الثمان مباريات دول على الثمان مباريات دول. لا الثمان مباريات الفرق علشان تبقى فارق نقطه واحده صح. هل انت النهارده هتقدر تلعب كل مثلا كل في الاسبوع ماتشين ولا ثلاث ماتشات كل 10 ايام وتقدر انت تجازف باللعيبه اللي موجوده عندك عشان تكسب وتاخد وتحصل على بطوله الدوري العام في الاخر؟ الامر قاسي جدا. طب خد بالك عشان برضو ايه الجمهور يبقى عارف، الامر في منتهى الصعوبه. الامر مش سهل. انت النادي الاهلي عندك سكواد جيد وعندك لعيبه، لكن انت النهارده هتبتدي تعمل عمليه تدوير صعبه جدا. صحيح. صعبه جدا 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 صعب. ليه يا كابتن ايمن؟ لان انت النهارده انت مش بس مضطر انك تغير في الحته اللي قدام، انت مضطر تغير في القوام كله. في كل القوائم هتغير عندك في الميد فيلدرز، وهتغير عندك في السنتر باكس، وهتغير عندك في الاثنين الوينجرز، وهتغير في الهجوم، هتغير في كل الملعب. مين فرقه تقدر تمشي بمعدل جيد في الاداء في تغيير ممكن يحصل كل مباراه؟ الامر صعب.
الامر هيبقى متروك للعيبه، لجزء كبير جدا من اللعيبه وتركيزهم، وجزء طبعا كبير جدا للمدير الفني وكيفيه تدوير اللعيبه في الماتشات اللي جايه. ماتشات صعبه جدا يا كابتن ايمن، وعمليه تصحيح الاخطاء وعمليه الاستشفاء. انت ما عندكش يعني وقت اصلا وقت الكلام ده، بالك انت ما عندكش وقت، انت يا دوب حتى تصحيح الاخطاء مش هيبقى في الملعب، ده هيبقى كده يعني بالنظر بالفيديوز يعني تمام، اجيب اتحرك الناحيه دي اتحرك الناحيه دي، لكن هل انت هتقدر على الاجهاد الرهيب اللي انت يعني هتدخل فيه الفتره اللي جايه؟ اتمنى. الامر صعب جدا يا كابتن، الامر صعب جدا، فانت محتاج تدوير بشكل يعني مدروس قوي قوي. ليه؟ لان انت عايز تحافظ على اللعيبه وعايز تكسب، العمليه صعبه جدا، المعادله صعبه جدا، عايز تكسب الناحيه دي وعايز في نفس الوقت تحافظ على اللعيبه اللي هتكسب بيهم الماتشات، فهتعمل دي ازاي؟ دي الله يكون في عون طبعا كولر فيها، لان الامر صعب جدا. يعني نتمنى ان شاء الله يعني السيزون ده يعدي على خير يا رب ان شاء الله. نروح نشوف تقرير عن المباراه بين الاهلي وفاركو النهارده، ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. نقول تشكيل فاركو: محمد سعيد شيكا لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر جيفرسون انكادا، ظهير ايمن جابر كامل، ظهير ايسر، قلبي الدفاع ياسين مرعي واحمد عوض، قدامهم اربعه في وسط الملعب: احمد البحراوي، محمود البدري، محمود عماد، محمد فخري، وفي المقدمه شكري نجيب وعمر جمال. مره ثانيه: محمد سعيد شيكا لحراسه المرمى، رباعي خط الظهر جيفرسون انكادا، جابر كامل، ياسين مرعي، احمد عوض، رباعي خط الوسط: احمد البحراوي، محمود البدري، محمود عماد، محمد فخري، وفي المقدمه راسي حربه شكري نجيب وعمر جمال. كابتن شريف، تشكيل النادي الاهلي بيشهد بعض التغييرات النهارده، بعض الظروف يعني المتاحه بالنسبه للمدير الفني. عندك في غيابات: محمد هاني، و محمد هاني بنبارك له بمناسبه زواجه، الف الف مبروك توفيق يا محمد. و راس الحربه بتاعك اتعور حتى مسام في منتخب فلسطين. منتخب فلسطين عندك مودست وكهربا، وهو اختار مودست يبتدي بيه. مودست بالحديث امبارح عمل حديث مودست انه بيتكلم عن نفسه وعنده ثقه جامده جدا، ده كل ده يصب النهارده ان شاء الله في الملعب يعني. يا رب يعني اتمنى ذلك. الاسلوب اللي هو بيتكلم بيه ده. عوده حسيني شحات ونبيل كوكا، عندك امام عاشور ومروان عطيه، دول العماد الرئيسي بتوع منتخب مصر. ورضا سليم اللي الدنيا كلها دايما بتحب وجوده في الملعب. عنده من اللمحات مع حسيني شحات، هما الاثنين يقدروا يعملوا حاله تبادليه تخليك دايما في احساس انك انت ممكن تجيب جول في اي وقت لما الكوره بتروح عند الناس دي. الحته اللي انت اتكلمت فيها عمر كمال وكريم فؤاد، اعتقد ان تفتكر مين اللي هيلعب زي ايمن ومين اللي هيلعب زي رايس؟ عمر بيلعب في اي حته، بيلعب هاف رايت وبيلعب باك رايت وبيلعب باك ليفت وبيلعب هاف ليفت. ما عندناش مشكله ان ده يبتدي هنا او. وكريم فؤاد لعب في الحته دي، وكريم فؤاد بيعرف يلعب برده في ناحيه اليمين هاف رايت وباك رايت، ولكن اعتقد ان عمر هيبقى هو الباك رايت يعني. يعني هو عماد عمر كمال بدنيا وسرعه وكلام حاجه هو محتاجه في الناحيه دي مع رضا سليم يعني. شناوي، عوده الشناوي تاني للرؤيه، نتمنى له التوفيق طبعا، اصابته ما كانتش سهله يعني. وعندنا مصطفى شوبير ما شاء الله، الله اكبر يعني، الحمد لله. واهلا بكل الناس بقى يعني، عايزين نشوف النهارده مجدي قفشه في الملعب، والسوليه وعبد القادر وطاهر، دي اسماء كبيره جدا تقدر تعمل فارق في اي وقت ان شاء الله. طيب كابتن اسامه، نص الملعب النهارده بيشهد تواجد احمد نبيل كوكا من بدايه المباراه بجانب امام عاشور ومروان عطيه، وبيحصل تغيير رضا سليم مكان بيرسي تاو المصاب، والبدء بمودست كراس حربه في المنطقه الاماميه النادي الاهلي النهارده. هو حصل ست تغييرات عن مباراه النهائي بتاع بما فيهم خط الظهر، فطبيعي الماتشات الجايه انه هيحصل بعض التغييرات لاراحه اللاعبين، وان يقدروا يستمروا في ضغط المباريات المتتاليه. فالمنظر اللي هو هتلاقي كل مباراه ممكن 3 4 لعيبه متغيرين، ده هتلاقيه كتير الفتره الجايه. التشكيل بصفه عامه جيد،
هو مش احسن تشكيل للنادي الاهلي، في طبعا النادي الاهلي لو قوته كلها موجوده في تشكيل مميز، بس في حاجات اضطراريه علي يعني معلول اصابه، الظروف مودست اصابه، وسام ابو علي، محمد هاني بنبارك له طبعا بزواجه ان شاء الله حياه سعيده ليه يا رب. فتره الجواز بتاعته، يعني في تغييرات واضح ان هي اضطراريه، وفي تغييرات انه بيريح الناس من ضغط المباريات، لانه الفتره الجايه ماتشات كل 72 ساعه تبقى مضغوطه. فالتشكيل بصفه عامه في مقابله انه هيلاعب فاركو اللي هو الثالث من تحت، اللي هو بيصارع 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 على البقاء الصعبة. في المنطقه الصعبه تشكيل جيد، والنادي الاهلي قادر بهذا التشكيل انه هو يبقى الافضل ويبقى فرصه اكتر في الفوز، ولكن هي متوقفه على يعني امكانيات اللعيبه اللي هي تطلعها باقصى ما عندها، لانه في لعيبه هتاخد فرص كتير الفتره الجايه، في لعيبه مع احترام الكامل ليهم ما عبروش عن نفسهم كويس انه يبقوا متواجدين في النادي الاهلي. فالفتره الجايه فرصه غير طبيعيه، يعني ما حدش هيبقى عنده حجه ان انا ما باخدش فرصه، انا ما بلعبش، انا انت تعتقد أنا ان الفتره اللي جايه كله هيلعب؟ طبعا طبيعي. انت بتتكلم في 72 ساعه ايمن، في انت 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 كل اللي لعبه لغايه دلوقتي 15 مباراه، انت 19 مباراه متبقيه، وكمان مش كل اسبوع، ده انت 8 اسابيع. فطبيعي يا اما هيلعب بسبب انه عايز يريح اللعيبه من اجهاد، يا اما هيلعب لا قدر الله ممكن طرد، ممكن واحد ياخد انذار ثالث فيتوقف. فالفرص هتيجي للناس كلها، فالتشكيل مناسب قدام فرقه فاركو. فرقه فاركو جايبين 22 جون وعليهم 32 ماينس 10. انت النادي الاهلي هجومك اقوى، نص ملعبك اقوى. تغييرات بقى مستر كولر، مين قاعد على الدكه، مين بدا، هيبقى فيها اختلاف وجهات النظر. بس هو في الفتره دي هو بقى اللي هيدير، وهو اللي بيدير، لان صحيح. الماتشات مضغوطه. هو باقي على 5 من العناصر الاساسيه اللي هو لعبوا الماتش الاخير، وانا اعتقد برضو زي ما الكابتن شريف قال ان عمر كمال هو اللي هيلعب باك رايت، وكريم فؤاد هو اللي هيلعب، رغم ان الاثنين يقدروا يلعبوا المكانين، بس غالبا طالما كريم فؤاد لعب الماتش الترجي الاخير في استاد القاهره اعتقد هيكمل وهيلعب عمر كمال. فتشكيل مناسب، اتمنى لهم التوفيق، وكمان الاحتياطي مؤثر وقوي يقدر يعمل تغييرات في اي وقت في المباراه يعني. طيب كابتن عادل، اسالك عن رايك في تشكيل النادي الاهلي وطريقه اللعب النهارده، بس خليني اكلمك على موضوع التدوير. الكل بينادي بالتدوير، وكل بيطالب بتدوير، والكل متوقع التدوير اللي هو هيكون شعار المرحله دي، ولكن هل التدوير ايضا يتضمن مركز حراسه المرمى؟ احنا عندنا 2 حراس مرمى على اعلى مستوى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير. بص يا كابتن ايمن، في حاجه مهمه، النادي الاهلي طول عمره بيلعب حارس طول الوقت، تمام؟ ولما بيبقى في 2 حراس، حصلت مره واحده في تاريخنا، كابتن ثابت والكابتن اكرامي رحمه الله عليه، والكابتن اكرامي، الاثنين كانوا قريبين جدا زي الفتره بتاعت مصطفى والشناوي. الفتره دي يعني مصطفى نجاح باهر في البطولات والحاجات دي، ومحمد الشناوي جون كبير. صحيح. فدي بترجع لعادات وتقاليد المدربين الاجانب وليس المصريين. بس ساعتها دخل الكابتن شوبير معاهم. الكابتن شوبير دخل لما الاثنين وقعوا. لما الاثنين اتصابوا. لكن انا بكلمك الموضوع في ايد المدرب الاجنبي، ليهم افكارهم واحنا لينا افكارنا، احنا كمدربين مصريين لينا فكره والمدربين الاجانب ليهم فكره اخرى. المدرب الاجنبي يقول لك ايه؟ يقول لك انا اللي في المنتخب واللي بيلعب والاعلى والاكبر والسنا والحاجات دي، هو يحب الاستقرار كده، ده المدرب الاجنبي. والوضع ده قائم على طول. انا يمكن في ماتش المنتخب بوركينا فاسو، انا قلت اللي جرأ حسام حسن في موضوع الشناوي انه يلعب بيه المباراه كان انشيلوتي، علشان لعب ايفو كورتوا بكورتوا
يعني انا قلت من ساعتها يعني الفكره انه هم المدربين كده. يعني محمد الشناوي جون كبير، محمد الشناوي احسن جون في مصر، مصطفى شوبير بقى افضل جوان مصر، يعني اقدر اقول لك بينافس الشناوي دلوقتي. منافسه جميله وحاجه كويسه، وانك انت تستفاد، وسنه الحياه في النادي الاهلي كده، انك هتلعب ولما هتاخد اللي هياخد اللي بعدك. دي بقى بافكار المدربين. نخش على حته التشكيل بتاع النادي الاهلي. انت هتلعب اضطراري الايام القادمه. كولر مش المدرب الوحيد للنادي الاهلي، كولر مش هيبقى رقم واحد في القرار وفي اللعيبه. مفيش قرار فني، ادي قرار بدني. انا بكلمك جاهزيه. انا بكلمك على مين هيبقى اهم عنصر عنده؟ مدرب الاحمال، الراجل اللي قاعد جنبه هو اللي بتاع الاستشفاء. النادي الاهلي نجاحه مرتبط بشخص واحد، الراجل اللي هيعمل الاستشفاء، لانه صعب للغايه عادات وتقاليد او عادات اللاعب المصري انه يلعب كم المباريات دي كلها. ما خدناش على كده. هل انت هتقدر ترجعني اللي في الاستشفاء بتاعتي بسرعه؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، هل اللعيبه هتستوعب ان ممكن يلعب 30 دقيقه ويبقى كويس قوي ويخرج؟ ده فكر اخر. يعني ما انت ما تتكلمش، يعني احيانا انا لما اكون بلعب في الملعب وببقى كويس والمدرب يغيرني ازعل. لا، ما فيش حاجه اسمها كده. انت بتتغير علشان تديني 40 دقيقه في مباراه تانية، وانت بتتغير علشان تديني 50 دقيقه في مباراه تانية. لو قدر جهاز النادي الاهلي بقياده مدرب الاحمال وليس كولر انه يرجع اللعيبه في الاستشفاء على اعلى مستوى، واكيد متفاهمين، يعني يقول له انا عايز ده، عاوزك تظبط لي ده يلعب قد ايه وده يلعب قد ايه، ولكن القرار الاول والاخير في الفتره دي لا مدرب الاحمال مش مستر كولر. طيب خلينا اكلمك كابتن بلال عن الخط الامام. وجود حسين الشحات، رضا سليم، حسين الشحات وجوده منطقي، رضا سليم بسبب اصابه، ممكن البدء بيه بسبب اصابه بيرسي تاو. مستر كولر النهارده فضل يدي مودست من البدايه على حساب محمود كهرباء. خد بالك كابتن ايمن، هي دي قناعته من شويه، من فتره. كويس. هو طلع من فتره وقال انا بالنسبه لي كهرباء هو راس الحرب رقم 3. تمام؟ فواضح ان دي قناعات مستر كولر مش هتغيرها. ممكن يبقى في تبديل داخل الملعب، وزي ما قالوا الكباتن من شويه، التوقيت ده تحديدا مش فارقه مين اللي هيبتدي. يعني انا مين يبتدي النهارده؟ انا كده كده هلعب. لا، البعض بيقول لك مثلا ما هو كان ممكن يبتدي بكهرباء ويبقى مودست على الدكه لو احتاجه في اي وقت من اوقات المباراه. بص هقول لك على حاجه. بص، او اولا دي بتبقى وجهه نظر مدير فني. بمعنى ايه؟ انا النهارده ممكن ابقى شايف ان انا محتاج مودست النهارده كمحط، لعيب طويل، لعيب جسمه قوي، يقف على الكوره، يلعب مع زمايله. هل ممكن يبقى في كروسات النهارده اعتمد عليها؟ ممكن تكون دي وجهه نظر، خد بالك، ممكن تكون. وانا مش محتاج كهرباء لان انا مش هلعب على السرعات او الهجمات المرتده السريعه، ما عنديش مساحات النهارده يشتغل فيها كهرباء. معظم الكرات ممكن تبقى انت اللي بتهاجم، فيبقى الشغل من على اطراف الملعب، فانا محتاج واحد يلعب بدماغه. كل دي افكار تبقى موجوده عند المدير الفني، عند مين ومش عند مين في اللعيبه. تمام؟ انا ممكن يعني نتفق او نختلف انا وانت مع بعض فيها. تمام؟ هو كمدير فني يقول لك ايه؟ لا، انا مين ممكن يلعب دماغه كويس لو انا اللي مهاجم. يعني ما تنساش واقعيا على 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 الورق احنا قدامنا فرقه ضعيفه على الورق، خد بالك، ولكن الملعب حاجه يعني تانية. قدامنا فرقه ترتيبها 13 تقريبا، 16 او 16 صح كده، 16 واقعيا. فالطبيعي ان انا ايه؟ ان انا هبقى طول الوقت مهاجم، طول الوقت بلعب، بعمل كروسات، طول الوقت محتاج قامات عندي عاليه في ال 18 اشتغلوا بدماغهم. تمام؟ انا المسيطر، انا اللي ببتدي العب على اطراف الملعب والعب الكرات العرضيه، فمحتاج واحد عنده طول، محتاج واحد يلعب دماغه كويس. ده على الورق. هل على ارض الملعب هيبقى الماتش كده؟ هل النهارده مع جو الحر النهارده 42 ولا 43 درجه الحراره هيبقى عندك انت القدره البدنيه انك انت تروح خد بالك النهارده الجو برده النهارده صعب شويه جدا، ما ننساش يعني ما بتلعبش في جو معتدل، يعني درجه حراره عاليه شويه. فانت هل النهارده هيبقى عندك القدره انك تشتغل وتروح وتهاجم؟ هل هيبقى عندك القدره؟ صعب شويه برده، هتبان النهارده كل ده هيبان جوه. لكن احنا بنتكلم على الورق دايما، واحنا بنشرح
بنشرح بالورق اللي موجود قدامنا، لكن ممكن المباراه تبقى غير كده خالص. ممكن تتفاجئ النهارده ان فاركم مجمعين نفسهم فتره توقف، ابتدى يحضر نفسه بشكل كويس، ابتدى يبقى الند بالند، عايز يجري، عايز يضغط، ليه اسلوب مختلف، يقول لك خلاص انا في يعني في الرمق الاخير من الدوري العام، محتاج بونت من النادي الاهلي يفوقني، فيبتدي يلعب على الحته دي. ممكن تلاقي اسلوب مختلف في اللعب، خد بالك مش بالضروره ان انت عشان النهارده في الترتيب ال 16 يبقى انت تلاقي فرقه بتدافع من نص ملعبها من اول الماتش، لا ممكن تلاقي العكس. لكن انا بكلمك كابتن نايم في التصور الموجود قدامنا حاليا، فرقه داخل في مرماها اكتر من حاجه و20 هدف، 32 هدف، تمام، مش مسجله عدد اهداف كبير. فبالتالي انا كمدير فني ده الفكر اللي موجود عندي، وده اللي انا شفته، مش ده اللي انا شفته على الورق، ده برضو اللي هو اكيد شايف الماتشات بتاعت فاركو. فبالتالي انا كمان افضل وعندي الافضليه، فانا بشتغل ازاي؟ انا بشتغل الكرات العرضيه، فمحتاج واحد زي منتصف. ده فلسفة. التفسير اللي موجود عندي انا شخصيا، فدي ممكن تكون فلسفه مستر كولر. ما بقول لك ده التفسير اللي موجود عندي، لان هو بيلعب بموديست على حساب كهرباء عشان الحته دي، ده التفسير. موافق. قال هناك تفسير اخر. لا انا موافق في التفسير. لا هي هي انا وجهه نظري. هي وجهه نظر ملهاش انا مش شايف ليها حاجه فنيه. هو وجهه نظر المستر كول. طب خلينا بقى نتكلم عن البدايات اللي دايما بتتكلم عنها يا كابتن شريف، ولو اني انا بختلف دايما معاك. البدايات عمرك ما اختلف. البدايات مهمه فعلا، ولكن العبره بالخواتيم. طبعا انت النهارده مش مطلوب منك الاداء، ولكن الاداء هو اللي بيوديك للمكسب. ولكن التنظيم من جوه ومن خارج الخطوط هو عنوان المباراه النهارده. يعني ما هو النهارده لازم هيبقى عندك شق تغيير، يعني في تغييرات هتعمل فارق. هتشوف الحر اللي اتكلمتوا عنه، الظروف بتاعت المباراه، كويس ان هي المباراه بره مصر، يعني مش جوه مصر، مش جوه القاهره يعني. فيمكن الجو يكون الطف شويه في اسكندريه. رطوبه عاليه جدا في اسكندريه جدا. خلاص خلينا خليك واحد اسكندراني بيكلمك. نرجع نرجع القاهره. يعني هو ايوه كابتن، سيبه براحته يعني. خلينا نقول بس احنا كلنا متعاطفين مع لعيبه النادي الاهلي ولعيبه مصر من الظروف اللي عدوا فيها الفتره اللي فاتت دي كلها. انا شايف ان الفتره اللي فاتت كان عينينا على كذا حاجه. عيني على تصفيات افريقيا، وعيني على بطوله افريقيا، وعيني انا اتخذت في المنتخب ولا ما اتخذتش، وعيني فاهم قصدي ايه. كان كل لعيب عندنا وعايز ارجع من الاصابه، ولعيبه اصيبت يعني علي معلول خساره كبيره جدا، يعني ربنا يقوم بالسلامه يا رب. فعندك بنسميها ترع، يعني تشتيت في كل حاجه، وضغط عصبي جامد جدا على اللعيبه وعلينا احنا كمان. ما احنا ما بقيناش مستحملين اي هفوه. صح. الكره بتضيع جون 100 100 وما اعرفش ايه، بنبقى هنتجنن، عايزين نمسك في ايه اي حاجه للنجاح اللي ربنا الحمد لله حققه لنا. فاحنا بقينا دلوقتي فري لحاجه واحده بس، اللي هو الدوري العام. تركيز في الدوري العام، تركيز في المطلوب مننا في ال10 بطولات. ننسى بقى في ال10 مباريات، ننسى ال10 مباريات ونتكلم في مباراه النهارده، وما نيجي بعد بكره نشوف ايه اللي حصل النهارده ونتائج الايجابيه والسلبيه اللي حصلت عندنا، ونبتدي نعالج في 48 ساعه اللي هو قال عليه عادل راجل الاحمال اللي هيرجع لي كل الخطوات دي تاني. فانت عندك مشوار لذيذ كده لا يحكمه الا اللاعب، ومسانده الجهاز الفني للاعب، وتوفير الشكل النفسي للاعب، والحب والتعاطف بعد النجاحات دي كلها، والثقه كلنا مع بعض. يعني حتى لما نتناول مشكله نتولها، يعني نبقى في تولي بحب وتقارب للمفاهيم. محدش يقفش بالزبط. ما عندناش قفش دلوقتي خالص غير هو واحد بس، قفش قاعد على الدكه. قاعد على الدكه. وبنتمنى ان هو ينزل ان شاء الله ويعمل الحتتين ثلاثه الجمال اللي بيعملهم باذن الله، والتقارب بتاعه الدنيا كلها، والابتسامه اللي بين الجهاز الفني لساعة لحظة الهدف ولحظة البطولة تفضل مستمرة بإذن الله. هي دي الفترة اللي هننجح فيها بإذن الله. طيب كابتن أسامة، خليني أكلمك سريعا على فاركو. فاركو بداياته من سنتين كانت توحي إن هو هيبقى في حتة أفضل من كده. يعني بدأ الموسم 2021-2022 واحتل المركز الثامن، الموسم اللي بعده 22-23 احتل المركز التاسع. الموسم السنة دي كان عنده طموح إن هو يبقى أعلى من كده، ولكن عنده حته انا بعتقد ان هي عيب، عدم الصبر على الاجهزه الفنيه.
او عدم الاستقرار في موضوع الاجهزه الفنيه، وده سبب من ضمن اسباب الحاله اللي هو فيها دلوقتي. هو بدا بمدرب برتغالي، وبعدين مشي بعد 3 مباريات، جه الكابتن خالد جلال قعد 7 مباريات، مشي بعد 7 مباريات. من الاسبوع العاشر حتى وقتنا هذا بيتولى احمد خطاب المسؤوليه. عمل تطوير وعمل تحسن في النتائج، ولكن ما زال موقفه صعب. طبعا الاستقرار مهم جدا، انك تستقر على الجهاز الفني وتدعمه، دي نقطه مهمه. بس انا اعتقد برضو ان هم ما بقوش يصرفوا على الفرقه بنفس القدر اللي اول ما طلعوا الدوري الممتاز. انا اتصور كده، رغم ان عندهم لعيبه اللي موجودين جيدين يعني. انت ما تشوف قدام شكر نجيب وعمرو جمال، الاثنين لعيبه كويسين ولعبوا في انديه كبيره ومن الفراوده كويسين، عندهم ناس في نص الملعب كويسين، فخري وبحراوي لعيبه كويسين، جيفرسون انكادا شفناه مع غينيا بيساوي، وكان كويس جدا على فكره، نمره 15 كان لعيب في ماتش غينيا المنتخب كان كويس الباك رايت. فعندهم وشيكا حارس كويس على فكره، شيكا من الحراس الكويسه يعني، ماشي بشكل كويس. هما فرقه مش وحشه، بس في هو شيكا كان بعيد الفتره اللي فاتت، ماشي، كان بيلعب محمد نديم. ماشي، انا مش وحش طبعا، بس انا اقصد حتى شيكا لما كان بيلعب كان ماشي كويس فتره وجه قعد بعد كده. فانا اقصد عندهم عناصر، لما بتشوف انت عناصر الفرق الاخرى استثني الاهلي وبيراميدز يليهم مع الزمالك ويمكن فرقه او فرقتين تاني، تقريبا العناصر قريبه قوي من 7-8-9 فرق في الجد. لكن هم ظروفهم المفروض تبقى احسن من كده. كويس، يبدا ازاي النهارده؟ البدايه انا اعتقد انه هو هيلعب طبيعي بال 4-4-2، بس هي شكر نجيب بينزل شوي. بيلعب لتحت شويه، يعني عمرو جمال هو اللي بيبقى راس حربه محطه قدام، بيلعب بدماغه كويس، بيعرف يسند، بيعرف. وشكر نجيب بيتحرك من تحتيه، لان شكر نجيب من اللعيبه اللي بتعرف تشوت كويس قوي، وبيجيب التسديد. يعني انا يمكن في المنتخب الاولمبي مرنته لمده 2 سنين، يعني بيعرف يسدد كويس قوي وبرجله الشمال واليمين، يعني دي لازم لعيبه الاهلي تاخد بالها منه. على ال 18 عنده القدره انه يسدد باليمين، وعنده القدره لما بيلف يشوط بيعرف يشوط برضه بالشمال. فهم اعتقد انه هيركز على النواحي الدفاعيه، وهجمات سريعه هتبقى على عمرو جمال وشكري من تحته على الكره الثانيه، فدي وهيلعب على الضربات الثابته، ده اقصى ما يقدر يعمله مع النادي الاهلي في ظروفه. صحيح. النادي الاهلي اعتقد في جبهه فيها كريم فؤاد واحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، والجبهه الاخرى يبقى فيها عمر كمال وامام عاشور ورضا سليم، لان امام في وجود نبيل كوكا، وامام بيميل اكتر ناحيه الشمال. مظبوط. بس في وجود نبيل كوكا اعتقد غصب عنه، لان مروان عطيه بياخد نمره 6 اللي هي قدام عبد المنعم وياسر، فكوكا لو راح يمين هيبقى متكتف شويه. فانا اعتقد ان امام ممكن يجي يمين وكوكا هو اللي هيبقى شمال يعني. طيب كيف يبدا النادي الاهلي اليوم كابتن؟ هيبدا ضاغط طبعا، لازم، علشان انك انت بتلعب زي ما اتفقنا، انت عاوز تلعب تجاري شويه، انك تخلص المباراه في البدايه عشان ما تعملش مجهود كبير، عشان ما تخشش بقى على صراع الجري والتخبيط، وانك انت ترجع وانك انت تهاجم وتدافع وبعدين تعوض والحاجات دي كلها. لا، انت لازم تضغط وتضغط وبتلعب ضغط من فوق، ولكن مع الحرص انك انت من تحت انك انت تنظم تاخد الكره الثانيه. فرقه فاركو كل اللي هتعمله النهارده اكيد بشكر نجيب، ان هو هيبقى تحت عمرو جمال، هيقعد يتحرك ويلعب في ريف اي حته في اي مكان، يعمل زون ديفنس، وهيعمل محطه لعمرو جمال، مع عمرو جمال ممكن يقف يزحلق يعمل يعني. مش ممكن يفاجئ ان احمد خطاب المدير الفني ان هو يضغط على النادي الاهلي؟ لا لا لا، مش ولو ضغط على النادي الاهلي، وما هو في يا كابتن في دائما ضغط واهي وفي ضغط مش واهي. انا ممكن اخليك تحسسك ان انت ان انا بضغط عليك قوي، وانا اصلا بدافع كويس، وممكن اعمل العكس اخليك احسسك ان انا بهاجم، ان انا اخسر 2-3 لعيبه قدام بعمل ضغطه على كوره مثلا، يبقى انا مش بضغط.
الضغط انك انت من اللي ورا للي قدام بتضغط، بتاخد الفرقه لحته تانية، بتزنقهم في بلغه الكوره في ملعبهم عشان تعمل ضغط، يعني عشان ما تفكش منك، ولو فكت منك عندك التغيير وبترجع تاني، ده الضغط. وبعدين الكوره دي ما طلعتش وخدتها، انت خدت الكوره الثانيه ضاعت منك تضغط تاني، ولكن ده الضغط، لكن مش الضغط انك انت تضغط لدقيقتين وبعدين ترجع ورا تاني تبقى ضغط، لا انت بتشتغل الفرق هيشتغل على حته الايه جس النبض، ها ممكن يضغط في واحده يلاقي النادي الاهلي مثلا اشتغل بطريقه معينه هيرجع تاني، ولكن امكانياتهم يعني يمكن انا الكابتن قالوا على فرقه انه بعيد في الجدول، لا انا بقول لك مباريات الاهلي غير اي مباراه تانيه، ممكن تكون انت بعيد وكل حاجه بس اللعيبه عندها احساس ان دي المباراه بتاعه السيزون. ما هو ده مشكله النادي الاهلي، مشكلتك في ايه؟ ايه الصعوبه اللي عند النادي الاهلي؟ كل مباراه كل الناس بتبقى عايزه تكسبك، كل الناس، المدرب ان انت البطل، المدرب عايز يشتغل فتره طبعا. لو كسب النادي الاهلي هيشتغل له سنه ولا اتنين، صح. اللاعب عايز يعبر عن نفسه، عايز معرض قدام الناس يعرض نفسه علشان يعبر عن نفسه، صحيح. فبتلاقي الروح زادت جدا. في حاجة بس أنا عاوز أقولها بقى لجمهور النادي الأهلي بمناسبة الله، يعني الفرقة وصلت لدرجة كبيرة جدا ومفرحونا وكسبونا، أنا مش بمهد لأي حاجة لكن عايز أقول لك إنه الموقف صعب ورا فرقتنا إن شاء الله، خلينا ورا فرقتنا وخلينا طول الوقت نعذرهم في حاجات كتير، يعني دعم وحافز ليهم ونبقى ده هم النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي دعم وحافز، لكن مش عايزين نسمع لحتة ان لا قدر الله وحصل حاجة عليك. انت هتلعب على الاخر وهتشتغل للاخر لان الموضوع في صعوبة جامد، صحيح. يعني. والعبرة بالخواتيم دايما زي ما بنقول، ان شاء الله، صحيح. طيب كابتن بلال كالعادة السيناريو المتوقع من الفرقتين في بداية المباراة، وهل هنشوف مباراة مفتوحة ولا ممكن مباراة زي ما قال الكابتن عادل وقالوا كابتننا كابتن شيف وكابتن أسامة، لا فاركو مش هيفتح الجيم، فاركو هيقفل ملعبه ويلعب على الكرات الطوليه لعمرو جمال، وهل هنشوف اهداف مبكره الشوط الاول؟ بص في الاول اتمنى طبعا نشوف اهداف مبكره، لان خد بالك الماتشات اللي زي دي بتتسهل باحراز الاهداف، فكرك مباراه الاتحاد السكندري لما سجلت الاهداف ابتدت المباراه تتسهل جدا بدري. وخلص الماتش من بدري جدا وابتديت تريح والراجل ابتدى يعمل التغييرات اللي هو عايزها مش اللي مجبر عليها، خد بالك ودي تفرق كتير جدا انك تعمل تغيير انت مجبر عليه وتعمل تغيير انت عايز تعمله. مجبر عليه قصدك بسبب النتيجه؟ بسبب النتيجه بسبب طبعا. لا 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 مش بتكلم على الاصابات، لا 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 بتكلم على النتيجه، انا عايز اريح واحد، لا مش هريحه فهيضطر اسيبه في الملعب لان النتيجه بتحكمني ان هو يبقى موجود في الملعب مش في صالحه. المباراه مش هتبقى مقفوله قوي، يعني انا ما اعتقدش ان المباراه هتبقى مقفوله النهارده، يعني ما اعتقدش ان فاركو هيلعب النهارده زون ديفنس وابتدي يلعب على هجمه مرتده سريعه، الموضوع هيبقى صعب، لا. ولا هتتفتح بدري قصدك؟ المباراه اعتقد ان هيبقى جيم مفتوح النهارده. من وجهه نظري الشخصيه النهارده فاركو هيلعب جيم مفتوح مع النادي الاهلي، خد بالك انت الاهلي دايما بيتحكم في رتم الجيم شويه، بمعنى هل انت النهارده هتجبره انه يدافع فهتبتدي تضغط من اول المباراه؟ الجو صعب النهارده، مش ما اعتقدش انك اول 20 30 دقيقه هتبتدي تضغط بشكل كبير، لان خد بالك برضو ده هيستنفذ البدني. او مجهود بدني كبير جدا، فاعتقد ان المباراه هتبقى رتمها اقل شويه من الريتم الطبيعي بتاع النادي الاهلي، وجهه نظري. بس اكيد ده فكر مستر كولر. يعني وده وضع طبيعي، خد بالك وده وضع طبيعي، فاعتقد النهارده الجيم ممكن يبقى جيم مفتوح. مش هيبقى جيم مش هتلعب مش هتلاقي فرقه مش هتلاقي هم فرقه بيلعبوا زون ديفنس وانت بتحاول تهاجم وعندك مشاكل، لا اعتقد في البدايه هيبقى الجيم مفتوح، يبقى الجيم فيه شويه سرعه، مين اللي عايز يبتدي يبقى عنده المبادره مش في احراز الاهداف، لا في الخطوره الاول في شن الخطوره. اعتقد الاهلي ان شاء الله يقدر يعمل الكلام ده بشكل كويس، بطبيعه الاهلي يا كابتن ايمن او بطبيعه الفرقه اللي بتلعب على دوري عام الامور كل مباراه بالنسبه لها صعبه جدا، مش بس عشان هو النادي الاهلي فقط، طبعا عشان الاهلي طبعا وعشان العرض والفاترينا وكل الكلام اللي بيتقال، لكن انت طالما انت بتلعب على بطوله كل المباريات بالنسبه لك صعبه جدا. كل مباراه صعبه جدا. بلال بعد الهدف الاولاني ان شاء الله بتاع الاهلي المباراه دي هتتفتح تماما. ما ده اللي بقوله يا كابتن. الاهداف انت جبت جول في اول خمس دقايق يبقى زي ما انتم بتقولوا مباراه مفتوحه. خد بالك الاهداف بتغير نمط الماتش، خد بالك وبتغير في اللقاء طبعا، لان خد بالك انت النهارده انت بتسجل هدف بتغير من طريقه فكرك، هو بتغير هو كمان بيتسجل في هدف بيغير طريقه فكره. في مدربين بتستمر على نفس الفكر. في اي لسه هقول لك كنت لسه هقول يعني في مدربين طبعا يقول لك لا طب هقول لك على حاجه طريق ال10 مباريات للاتحاد
لحد الهدف الثالث وهو بيلعب بنفس الاسلوب. ابتدى يغير الشوط الثاني بعد 10 دقائق، ابتدى يعمل ايه؟ لا خلاص 3-0 يعني عايز احسن شويه، انا مش هدخل الجيم. اصل خد بالك 3-0 مع فرقه كبيره بتلعب على بطوله زي فرقه النادي الاهلي صعب ترجع في الجيم، صعب يعني تكاد تكون مستحيل. لكن احسن من النتيجه واحسن من الاداء شويه. فهم طبعا الفرقه عارفه ان الاهداف لما بتيجي بدري تمام، في مدربين يقول لك لا يعني احافظ، وفي مدرب يقول لك لا انا كده كده جازف مغلوب ابتدي انا بلعب النادي الاهلي طبعا لعل وعسى ممكن اسجل هذا. فالمباراه من وجهه نظري تبقى مباراه في حته بس انت قلتها قبل اللي هي سريعا اللي هي ايه، انت مستر كولر ما بعد المباراه يعني في مباراه لو فنشتها بدري انت بتشتغل للمباراه القادمه طبعا صحيح، لو ما فنشتهاش بتشتغل للمباراه دي بس. انا بقول لك كابتن بتبقى مجبر، عشان كده بقول لك بتبقى مجبر على التغييرات، وفي اوقات بتغير زي ما انت عايز. فاحنا نتمنى ان احنا ما نبقاش مجبرين على التغييرات ان شاء الله كده. كل التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي تحقيق الفوز من البدايه. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.